السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. اليوم بدون مباريات كأس عالم، فبالتالي اليوم ممل جدا، اليوم ما فيش فيه أحداث، لكن 3 و4 إن شاء الله مباريات قبل نهائي المونديال. مباراة يوم الثلاث إن شاء الله الساعة 8 ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي، مباراة قوية جدا، كل الخبراء والمحللين بيتوقعوا الفائز من هذه المباراة هو اللي هيحصل على لقب بطولة كأس العالم روسيا 2018. وبالمناسبة رابع نسخة أو رابع مرة على التوالي تستحوذ البطولة على لقب أوروبي، يعني منتخب أوروبي لرابع مرة على التوالي يكون بطل كأس العالم منتخب من أوروبا، فواضح أن الهيمنة الأوروبية مستمرة. ويعني أكثر القارات اللي كانت بتستحوذ قبل كده هي قارة أمريكا الجنوبية، خلاص بعدت بشكل كبير، 4 نسخ بنتكلم في وقت كبير جدا ما قدروش يكونوا موجودين في منصات التتويج لكأس العالم عموما. كمان يوم الأربع المباراة الثانية في دور قبل النهائي لبطولة كأس العالم ما بين كرواتيا وإنجلترا. كلنا اتبعنا وشفنا منتخب كرواتيا، منتخب قوي، منتخب عنده طموح، منتخب عايز يصنع مجد. دالتش المدير الفني يعني عنده تشكيلة لعيبة خدماه بشكل كبير، هو كمان عارف يلعب في حدود إمكانيات اللعيبة اللي موجودة عنده، كمان عارف ياخد من كل لاعب أحسن حاجة فيه. في نجوم كتيرة جدا، يعني مودريتش، عندنا راكيتيتش، عندنا كوفازيتش، ومانزوكيتش، أبرز الأسماء اللي الجمهور المصري عارفها وبيسمع عنها. لكن ممكن يكون عندك نجوم كتير ما تعرفش تتعامل معاه، ممكن ما تعرفش تطلع من كل واحد أحسن حاجة عنده. على سبيل المثال خورخي سامباولي مع الأرجنتين عنده نجوم لكن ما عرفش يستغل النجوم بشكل إيجابي، فالموضوع قلب عليه بسلب، وبالتالي الأرجنتين ودعت كأس العالم مبكرا. كمان انتقاد في الأداء وانتقاد في الشكل وانتقاد في القيادة الفنية للمنتخب الأرجنتين. أما منتخب إنجلترا من المنتخبات اللي غيرت شكلها في الفترة الأخيرة، دايما إنجلترا في التصفيات سواء في بطولات اليورو أو في بطولات كأس العالم بتبقى أول المنتخبات المتأهلة، لكنها بتبقى أول المنتخبات اللي بتخرج وترجع تاني على انجلترا بعد صعودها للبطوله ايا كان يورو او بطوله كاس العالم. لكن ساوث جيت المدرب اللي جه صدفه واللي الظروف خدمته مكان سام ألردايس بعد طبعا مشكلته اللي حصلت مع الاتحاد الانجليزي، وكان قصه كبيره ليها علاقه بالمراهنات وليها علاقه باتفاقيات، فاتحاد الانجليزي فورا اخذ قرار باستبعاد سام ألردايس من تدريب المنتخب الانجليزي وتولي جارث ساوثجيت القياده الفنيه للمنتخب. وبالتالي منذ توليه المنتخب الانجليزي ماشي بشكل كويس، بيفوز في كل لقاءات التصفيات، صعد لبطوله كاس العالم، كسب اولى مباراتين، لكنه المباراه اللي خسرها امام بلجيكا يعني بحسب الصحافة الإنجليزية هم كانوا قاصدين يطلعوا مركز تاني، عشان زي ما حضراتكم شايفين منتخب بلجيكا راح لمجموعة الموت اللي فيها البرازيل واللي فيها فرنسا واللي فيها واللي فيها واللي فيها اليابان، منتخب إنجلترا راح للناحية السهلة شوية، كولومبيا، السويد، عنده كرواتيا، فإنجلترا حب ان هو يروح للسكة دي. وبالتالي كان في حساسيه ما بين الجمهور الانجليزي وجارث ساوث جيت بسبب وقائع شهيره في يورو 96 في مباراه ما بين المانيا وانجلترا كانت انتهت بركلات الترجيح، وجي الدور على جارث ساوث جيت علشان يسدد الكوره، وكانت ضربه فاصله في احداث المباراه وكانت الضربه الاخيره، لو منتخب انجلترا سجل يكمل، لو اضاع يخرج والمانيا فازت. وبالتالي جارث ساوث جيت ضيع ركلة الجزاء، ومن هنا بدأ ان الجمهور الانجليزي يكره جارث ساوث جيت، واحنا عارفين ان الهوليجنز الجمهور الانجليزي جمهور متعصب، جمهور بيحب كرة القدم مش بس المنتخب، لا ده متعصب لكل الفرق اللي موجودة، زي ما احنا ما بنشوف الدوري الانجليزي دايما دوري كامل العدد،
ما فيش مباراة ما بيكونش فيها جمهور ممتلئ عن آخره، كل فريق أيا كان اسمه إيه وفي بلد إيه وفي منطقة إيه عنده جمهور كبير جدا وبيبقى مساند وداعم بشكل كبير. مباراة فرنسا وبلجيكا بنتكلم على اتنين مدربين عندهم فكر عالي جدا، مارتينيز في المنتخب البلجيكي مدرب شاطر، مدرب مجتهد، مدرب هو الأصلح في الفترة الحالية للمنتخب البلجيكي، منتخب بلجيكا عنده أسامي كبيرة جدا. للأسف ولا مدرب وطني عرف يتعامل مع النجوم اللي موجودة بشكل صحيح. كان معانا مستر جورج ليكنز على التليفون من يومين واتكلم معانا وقال إن دول الجيل بتاعي أو ده الجيل اللي أنا دربته من سنة 2010 لسنة 2012 وأنا كان عندي نظرة مستقبلية إن هم دول هيكونوا مستقبل الكرة البلجيكية في يوم من الأيام. كلنا عارفين إن بلجيكا دايما بتكون محطة لعيبة كتيرة جدا لبوابة أكبر في أوروبا، اللي عايز يحترف لدوري أكبر يروح أوروبا من عن طريق بلجيكا، وبالتالي شفنا لعيبة كتيرة جدا لعبت في الدوري البلجيكي، مصرية تألقوا ومن ثم طبعا انتقلوا لدوريات أقوى، وفي لعيبة تألقوا في أندية كبيرة في بلجيكا وحصدوا بطولات وألقاب فردية، وبالتالي بلجيكا ليها يعني كتير جدا من حكاياتها مع لعيبة مصريين. لكن بلجيكا عندها لعيبة على أعلى مستوى، عندهم نص ملعب كيفن دي بروين وفيتسل، عندهم كاراسكو، عندهم ميرتنز، مروان فيلايني، بنتكلم في كورتوا، في فيرتونخن، بنتكلم على لوكاكو الوحش القوي اللي بيلعب رأس حربة للمنتخب البلجيكي. واحنا بنتكلم مع حضراتكم على مباريات كأس العالم هناخد مع حضراتكم الجرافيكس الخاصة بالمباراة علشان نعرف أكتر عن لقاءات دور قبل النهائي. طبعا دي مباريات الدور الثمانية اللي كانت ما بين منتخب فرنسا وأوروغواي. احنا مع حضراتكم من بداية المشوار، فرنسا لعبت الأوروغواي يوم الجمعة الساعة 4، فرنسا تفوقت على المنتخب الأوروغواياني بنتيجة 2-0، وبالتالي فرنسا تصعد لملاقات الفائز من طبعا بلجيكا والبرازيل. هنا أرقام مباراة فرنسا وأوروغواي. فرنسا عدد الأهداف 2 وعدد المحاولات 11 محاولة للمنتخب الفرنسي و11 محاولة لمنتخب أوروغواي، لكن أعتقد أن فرنسا كان ليها إيجابية أكتر على مرمى أوروغواي عكس منتخب أوروغواي اللي ما كانش ليه إيجابية على منتخب فرنسا، وده بسبب غياب إيدنسون كافاني رأس حربة باريس سان جيرمان ورأس حربة المنتخب الأوروغواياني. أما الركلات الركنية 3 لمنتخب فرنسا 4 لمنتخب أوروغواي، أما حالات التسلل 0 لفرنسا و0 لأوروغواي، ونسبة امتلاك الكرة 58% لمنتخب فرنسا و42% لنسبة امتلاك للكرة الأوروغواي، أما دقة التمرير 81% و67%، الأخطاء المرتكبة 15 على فرنسا 17 على أوروغواي، واستعادة الكرات 48% مقابل 48 كرة مقابل 45 كرة. نروح للبرازيل وبلجيكا 2-1 لمباراة أو لصالح المنتخب البلجيكي. أرقام المباراة زي ما حضراتكم شايفين، نسب الاستحواذ 57% للمنتخب البرازيلي مقابل 43%، دقة التمرير 89% مقابل 83%، محاولات على المرمى 26 للمنتخب البرازيلي مقابل 8 للمنتخب البلجيكي، واضح ان كان في صربعة واستعجال من المنتخب البرازيلي. نروح للمباراة التالية في مباريات دور الثمانية وهي مباراة انجلترا والسويد، واللي انتهت بفوز انجلترا 2-0 على المنتخب السويدي. نروح لإحصائيات المباراة بين الفريقين وأهم الأرقام اللي موجودة. طبعا نسبة الاستحواذ 57% للمنتخب الإنجليزي مقابل 43%، دقة التمرير 80% للمنتخب الإنجليزي و74% للمنتخب السويدي، أما الأخطاء المرتكبة 10 على السويد 7 على المنتخب الإنجليزي، والمحاولات 7 للسويد 12 لإنجلترا. نروح للمباراة
الأخيرة ما بين كرواتيا وروسيا واللي انتهت 2-2 في الوقت الأصلي، ثم ركلات الترجيح 4-3 للمنتخب الكرواتي. إحصائيات مباراة روسيا وكرواتيا، نسبة الاستحواذ 64% للمنتخب الكرواتي مقابل 36% للمنتخب الروسي. دقة التمرير 81% لكرواتيا 69% للمنتخب الروسي. أما الأخطاء 25% على روسيا 18 على كرواتيا، واستعادة الكرات 62 لروسيا 25 خطأ، الأخطاء المرتكبة 25 خطأ و18 خطأ على كرواتيا، واستعادة الكرات 62 مرة لروسيا و58 مرة لكرواتيا. يمكن هدافين مونديال روسيا 2018 بتصدر الترتيب، هاري كين 6 أهداف من المنتخب الإنجليزي، لوكاكو من بلجيكا 4 أهداف، أما رونالدو من البرتغال 4 أهداف، وديوبا لاعب روسيا 3 أهداف، وأنطوان جريزمان من المنتخب الفرنسي 3 أهداف. لسه مكملين مع حضراتكم في إحصائيات مونديال روسيا 2018. العدد الأهداف المسجلة 153، متوسط الأهداف لكل مباراة 2.6 هدف لكل مباراة، عدد البطاقات الصفراء 200 بطاقة صفراء، ومعدل البطاقات الصفراء لكل مباراة 3.5 إنذار لكل مباراة، أما البطاقات الحمراء 4 بطاقات حمراء لحد دلوقتي. معدل البطاقات 0.07 كارت أحمر في المباراة، وعدد التمريرات الناجحة 45,000 تمريرة 278، ومتوسط التمريرات لكل مباراة 767.4 تمريرة لكل مباراة. أما إحصائيات فرق مونديال روسيا، أكبر عدد من الأهداف هو منتخب بلجيكا 14 هدف، أفضل هجوم منتخب البرازيل 292 هجمة، أفضل الممررين منتخب أسبانيا ومتصدر 3120 تمريرة ناجحة، أفضل دفاع هو الدفاع السويدي 224 بين إبعادات وتدخلات وتصديات. لسه مكملين معاكم لأكثر المحاولات للاعبي مونديال روسيا 2018، هو نيمار 27 محاولة، أكثر المسافات المقطوعة فيسينيو اللاعب أورجواي 52 كيلومتر، أفضل التمريرات المكتملة سيرجيو راموس أسبانيا 485 تمريرة ناجحة، أفضل التصديات أوتشوا حارس المكسيك ب 25 تصدي بعد ما خرج حتى، فمستحوذ بشكل كبير على المركز ده. نروح للقاءات نصف النهائي يوم الثلاثاء 10 يوليو زي ما قلت لحضراتكم، مباراة فرنسا وبلجيكا الساعة 8 بتوقيت القاهرة. أما المباراة التالية يوم الأربعاء 11 يوليو مباراة كرواتيا وإنجلترا، هنشوف مين اللي هيقدر يصعد ما بين الفريقين ما بين الأربع فرق، مين هيقدر يكون موجود في دور النهائي للبطولة، ومين هيلعب على الثالث والرابع. طبعا هيكون معايا في الجزء الثاني من الحلقة ضيفي وضيف حضراتكم نجم مصر ونجم النادي الأهلي الكابتن محمود أبو الدهب، علشان نتكلم معاه أكتر عن كأس العالم، وأيضا على تجربته الاحترافية اللي كان موجود معاه في نفس الفريق اللي كان محترف فيه. طبعا الفريق هو كان المدرب أو المدير الفني للمنتخب الروسي، نتكلم معاه في تفاصيل كتيرة جدا إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة. نبدأ مع حضراتكم بالأخبار وأهم الأخبار اللي موجودة في الساحة الأوروبية والعالمية عن بطولة كأس العالم. وأول خبر بيقول لاعبو البرازيل يدعمون استمرار تيتي في قيادة المنتخب، خبر أكيد يعني بيدل على أن الاستقرار من أهم عوامل النجاح في عالم كرة القدم. الخبر الثاني، منتخب روسيا يوجه الشكر لجماهيره ويتطلع لمونديال 2022. طبعا بعد الإنجاز اللي شفناه للكرة الروسية أعتقد أن بقى عندهم منتخب محترم ويقدر أنه يبقى موجود في بطولة عالم جاية 2022. أما الخبر الثالث، جيرو الكرة الأوروبية أثبتت مدى تطورها عبر مونديال روسيا. احنا بنتكلم على أن جيرو يعني أكيد طبعا الكرة الأوروبية أثبتت مدى تطورها، لكن ده معناه أن 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 في طبعا هيمنة من الأندية الأوروبية على الاستحواذ والاعتماد على اللاعب الأوروبي أكثر من اللاعب الأمريكي الجنوبي أو اللاعب الآسيوي أو اللاعب اللي بيلعب في أفريقيا، وبالتالي
عشان كده الكرة الأوروبية دايما في تطور. وطبعا يعني بنتكلم على اعتزال إيجانيفيتش وساميدوف بعد خروج روسيا من المونديال، ظاهرة في مونديال روسيا 2018 إن أكتر من لاعب قرر الاعتزال الدولي بعد خروج منتخبه من بطولة كأس العالم. وطبعا خبر اللي موجود عن تشيرنشسوف المدير الفني للمنتخب الروسي يشكر لاعبيه والجماهير بعد وداع المونديال، قلنا أنه كان زميل الكابتن محمود أبو الدهب في فترة احترافه، أيضا كان معاهم الكابتن عبد الستار صبري. هنعرف من الكابتن محمود عن الفترة اللي قضاها وإزاي شايف مدير فني حارس مرمى وينجح مع المنتخب الروسي. أما فرناندو هييرو يقرر الرحيل عن أسبانيا ويرفض العودة لمنصبه السابق بعد الإخفاق المونديالي، يعني كنوع من تأنيب الضمير، كنوع من خلاص هو كان موجود في مكان ما نجحش فيه وبالتالي لازم يدور على تجربة جديدة طبعا تتناسب مع اسمه ومع تاريخه. فرناندو هييرو نجم ريال مدريد ونجم المنتخب الأسباني لكنه أخفق مع المنتخب في بطولة كأس العالم. أما هندرسون يحافظ على سلسلته الذهبية مع إنجلترا. يعني هنتكلم على مارتينيز مدرب بلجيكا بيتكلم تصريح مهم جدا قبل مباراة قوية إن نستحق الذهاب بعد إقصاء البرازيل. يعني ممكن نقول مباراة من ضمن مباريات بطولة كأس العالم، لكن يعني هي المباراة في دور الثمانية، القرعة وقعتك قدام البرازيل وبالتالي أنت صعدت لدور قبل النهائي، لكن ما فيش ذهب غير على منصة التتويج صاحب المركز الأول، ذهب من حيث الميداليات ومن حيث الجائزة وهي بطولة كأس العالم طبعا ذهب خالص 100% وبالتالي مفيش ذهب يا مارتينيز غير لما تبقى موجود في المركز الأول. أما بافارد لاعب فرنسا ضربات سواريز لا زالت تؤلمني. سواريز معروف عنه أنه طبعا لاعب فايتر، لاعب مشاكس بلغة كرة القدم، وبالتالي بيبقى في بعض الضربات الخفيفة أو بعض التدخلات اللي موجودة بينه وبين اللعيبة. كان في مباراة جانبية ما بينه وما بين بافارد الظهير الأيمن لمنتخب فرنسا، وبالتالي صرح وقال إنه لسه بعض الضربات بتؤلمني وهي بعض التدخلات اللي تدخلها عليه لويز سواريز. ودانيال سوبازيتش حارس كرواتيا يفضل مواجهة فرنسا في النهائي. يعني في يعني زي ما بنقول ان احنا فرنسا وبلجيكا يعني المباراه تبقى قويه جدا وبالتالي هنشوف مين اللي هيقدر انه يصعد الى دور النهائي، لكن سوبازيتش عايز فرنسا. مراد العقبي المدرب المساعد للمنتخب التونسي يحسم مصيره مع المنتخب التونسي. وصحف روسيا تحتفي بالمنتخب رغم الخروج من المونديال، طبيعي جدا وصلوا لدور الثمانية، إنجاز قوي جدا جدا ويتحسب لمديرهم الفني ويتحسب لدولة روسيا. أما أوليفر كان ينتقد لوف ولاعبي ألمانيا بعد الخروج المبكر من كأس العالم. أوليفر كان ما بيرحمش، أوليفر كان دايما هو وحش العرين الألماني وحارس حصل على أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2002 وبالتالي هو حد طبعا التاريخ لن ينساه في ألمانيا، فبالتالي هو بينتقد المنتخب الألماني من الأداء السيء اللي أداه. وبواتينج مدافع ألمانيا يرشح فرنسا بالفوز يرشح فرنسا للفوز بلقب المونديال، وده بعد الأداء الجيد اللي شفناه لمنتخب فرنسا وأنه أقصى ثلاث منتخبات من أمريكا الجنوبية أبرزهم أورجواي والأرجنتين. أما كافاني فعلت كل شيء للحاق بمواجهة فرنسا، لكن الإصابة كانت أقوى من كافاني وبالتالي كافاني 50-60% من قوة المنتخب الأورجواياني وأكيد أثر بشكل كبير على مستوى سواريز وقوة هجوم منتخب أورجواي. أما لوفرين لاعب المنتخب الكرواتي ولاعب ليفربول وزميل اللاعب المصري محمد صلاح يشيد بالانتصار المستحق على روسيا. ووالد مسعود أوزيل ما يتعرض له إهانة ولو كنت مكانه لاعتزلت دوليا. طبعا مسعود أوزيل قدم مونديال سيء جدا في المستوى،
تم الانتقاد أو تم انتقاده من قبل الصحافة والجمهور الألماني بشكل كبير، وبالتالي والد مسعود أوزيل بيدافع عن ابنه، لكن هي دي حال كرة القدم. أنت موجود في مكان وشخصية عامة لابد من انتقادك، وده حال يعني المجتمع والعالم بشكل عام في أي لعبات مش بس في لعبة كرة القدم. أما زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، عدم التأهل للنهائي سيكون مؤسفا. طبعا رئيسة كرواتيا موجودة معاهم من أول يوم، لابسة تيشرت منتخب كرواتيا، بتنزل معاهم غرف خلع الملابس، بتحتفل معاهم بالشكل اللي حضراتكم أكيد كلكم متابعينه على السوشيال ميديا، وبالتالي عايز يحقق، عايز يعدي الجيل، جيل صقر في 94، إنه عايز يوصل للمباراة النهائية، وليه لأ ما يتمش تتويج المنتخب الكرواتي. فرصة لمنتخب كرواتيا مع الجيل الحالي، أعتقد إن هم لو فرطوا فيها مش ممكن ترجع لهم تاني. أما طبعا تشيرشيف، انتهت حكاية خرافية لروسيا في كأس العالم، وطبعا تشيرشيف هو اللاعب المحترف في صفوف المنتخب الروسي، بيلعب في فياريال، وهو صاحب هدف الأول لروسيا في شباك كرواتيا. وتاني أوليفر جيرو، مواجهة بلجيكا مثل الديربي، وسأكون سعيدا لإثبات خطأ اختيار هنري. طبعا أوليفر جيرو، طيب واحنا بنتكلم على اخبار يعني كاس العالم، معانا واحد من المحللين اللي فعلا بيمتعونا بارائهم الفنيه، وبيكون رايه مهم بصراحه لينا واحنا بنتعلم منه، دايما بقول كده. وكابتن هيثم فاروق، نجم مصر ونجم نادي فاينورد الهولندي. يا كابتن هيثم، السلام عليكم. يا عمر، عليكم السلام، ازي حضرتك؟ والله الحمد لله حبيبي، ومشكر قوي على المقدمه الجميله دي، وسعيد البرنامج بتاعك ومن نجاح لنجاح. ربنا يخليك كابتن هيثم، طبعا ده حقك، ويعني دايما بتمتعنا بتحليلك ورؤيتك الفنيه، لكن طبيعي بطوله كاس العالم 2018 هي بطوله المنتخبات الجماعيه وليست منتخبات النجم الاوحد. كل المنتخبات اللي عندها نجم واحد بتعتمد عليها كابتن هيثم خرجت وودعت البطوله، وبالتالي البقاء للمنتخبات الجماعيه. راي حضرتك ايه؟ طبعا الكلام مظبوط 100% وموافق عليه تماما، والدليل ان منتخب الارجنتين ودع في دور ال 16 امام فرنسا بنجمه الكبير ميسي، ونفس الشيء بالنسبه للبرتغال امام اوروجواي مع كريستيانو رونالدو، نيمار امام بلجيكا، وحتى منتخب مصر مظبوط محمد صلاح، بنتكلم على بولندا ليفاندوفسكي. بالظبط كده، الحقيقه برضو كان علامه استفهام كبيره بالنسبه لي ليفاندوفسكي في البطوله دي، لانه ما ظهرش حتى 20% من المستوى اللي بيظهر بيه في البوندسليجا مع بايرن ميونخ، ولكن زي ما انت قلت فعلا الكره الجماعيه هي اللي تفوقت في هذه البطوله حتى الان. كابتن هيثم، طبعا حضرتك تابعت مباريات دور الثمانيه وشفنا مباريات قويه جدا، هل حضرتك شايف ان كان في منتخب يستحق صعود الى السيمي فاينل لكنه لم يحقق الفوز بعد؟ لا، انا شايف الحقيقه ان النتائج منطقيه جدا، والفرق اللي وصلت للمربع الذهبي حتى الان سيمي فاينال تستحق الوصول. يعني يمكن في فرق خان التوفيق او خان الحظ بضربات الترجيح زي روسيا، ولكن برضو كرواتيا عملت بطوله ممتازه حتى الان. نفس الشيء ينطبق على بلجيكا اللي عندها مجموعه من النجوم، حدث ولا حرج. انجلترا، انا شايف انجلترا الحقيقه بتجني ثمار ما فعلته في السنوات اللي فاتت الحقيقه، رغم ان سنوات الحصاد لم تاتي بعد. انت عارف اي دوله عمر بتهتم بالناشئين وبالشباب بتجني بعد فتره طبعا من الخبرات. شفنا فرنسا عملت الكلام ده في بدايه التسعينيات في القرن الماضي، وقدرت في اواخر التسعينيات تاخد كاس عالم وتاخد امم اوروبا وتاخد كاس عالم القارات، الجيل بتاع زيدان زي ما احنا عارفين. نفس الشيء اسبانيا عملته في بدايه الالفيه، وفي 2008 خدت امم اوروبا، و2012 وخدت كاس العالم 2010. انجلترا الحقيقه النظره اتغيرت وتطورت لحد كبير، عمرنا ما سمعنا عن منتخب ناشئين او منتخب شباب انجليزي يفوز ببطوله كبرى، لا ده دلوقتي في منتخب انجلترا بيفوز بامم اوروبا للشباب الناشئين. انجلترا خدت كاس العالم للشباب في كوريا على حساب فنزويلا في مايو الماضي، انجلترا خدت السنه اللي فاتت، انجلترا خدت كاس العالم للناشئين في الهند على حساب اسبانيا. انجلترا عندها اهتمام كبير بالقاعده، عشان كده في تطور كبير حصل في الكره الانجليزيه. عارف زي ما احنا عملنا في مصر فتره من الفترات، جيل الكابتن حسن شحاته لما وصل كاس العالم، احمد فتحي وعماد متعب وعمرو زكي وحسني عبد الرب والناس دي، نفس الشيء لما جه كابتن السيد
الكابتن مصطفى يونس مع جيل محمد صلاح والشناوي وعمر جابر ومحمد صلاح والنني، كابتن ربيع ياسين لما خد امم افريقيا في الجزائر وراح كاس العالم في تركيا، شفنا الجيل بتاع كهربا بتاع رامي ربيعه بتاع احمد حسن كوكا وصالح جمعه وتريزيجيه، قدروا ان هم يكونوا قاعده قويه لمنتخب مصر وهم دول اللي قدروا يوصلوا كاس العالم. فطول ما انت عندك اهتمام بالشباب والناشئين انت هتوصل، لما فيش اهتمام بالفتره دي في المجموعه دي عمرك ما هتلاقي المجموعه دي بعد سنوات. انجلترا عملت كده وابتدت تحصد ثمار ما فعلت. طب يا كابتن بالنسبه ان احنا بنتكلم على انجلترا، جوارديولا 2010 كان متواجد في اسبانيا وبالتالي اسبانيا حصلت على البطوله، 2014 كان مع بايرن ميونخ حصلت المانيا على البطوله. هل دي صدفه يا كابتن هيثم ولا فعلا جوارديولا بيغير من شكل والفكر والتكتيك اللي موجود في الدوله اللي بيكون موجود فيها وبالتالي بينعكس على المنتخب؟ لا هي طبعا بالحق يعني مصادفه، لكن طبعا جوارديولا من اكثر المدربين الممتازين على مستوى العالم وانا من الناس المقتنع بيه وبكفاءته، ولكن هي يعني حظ يعني زي ما هنقول او مصادفه. ولكن بدون شك هو بيعمل تطور في مستوى الانديه اللي بيتولى ادارتها. ما تنساش ان جوارديولا ذكي جدا، ما بيروحش غير الانديه اللي عندها ميزانيه مفتوحه. طبعا هو لما راح مانشستر سيتي شوف الارقام اللي بيشتري بيها اللعيبه، طبعا صعب الكلام ده يتوفر في اي نادي ثاني. نفس الشيء في بايرن ميونخ، رغم ان بايرن ميونخ من سلوكياته او من عاداته ان هو ما بيصرفش كتير، اغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ توليسو الفرنسي، صح، اعتقد حاجه 40 مليون يورو، وده رقم طبعا بالنسبه للارقام بتاعت بوجبا وبتاعت كوتينيو وبتاعت نيمار رقم ضعيف، صح، ولكن قدر يعمل مع بايرن ميونخ نقله كبيره رغم ان هو ما فازش بالشامبيونز ليج، ولكن مع مانشستر سيتي الحقيقه عمل نقله كبيره جدا. واول حاجه عملها انه غير تكتيك اللعب او الشيء بتاع لعب الفريق الانجليزي، وكونتي عملها مع تشيلسي وده اللي استفاد منه ساوث جيت. يعني الحقيقه في مجموعه من المدربين في انجلترا قويه جدا، الدوري الانجليزي بريمير ليج اقوى دوري في العالم طبعا باللعيبه اللي موجوده فيه بالمدربين. يعني ساوث جيت الحقيقه عمر انجلترا ما لعبت بثلاثه سنترال باكس في الخلف، صح، دلوقتي ساوث جيت بيلعب بالكلام ده طول عمر الكره الانجليزي كيك اند رش، العب كره عاليه طويله الناس عندها قوه بدنيه وناس بتجري. دلوقتي المنتخب الانجليزي عنده مهارات، عنده فنيات، عنده لعيبه بتقدر تستلم الكوره وتقف على الكوره زي لينجارد زي زيدي علي زي رحيم ستيرلينج زي راشفورد، عنده لعيبه عندها سرعات غير طبيعيه، عنده مهاجم هاري كين انا في وجهه نظري من امتع المهاجمين على مستوى العالم، عارف ازاي بيتحرك بكوره، عارف ازاي يتحرك من غير كوره. المنتخب الانجليزي عنده سرعات على الاطراف زي اشلي يونج زي ووكر، عنده ناس بتجيد العاب الهواء وناس اقوياء جدا في الالتحامات زي جون ستونز زي ماجواير زي ايضا ووكر او جاري كاهل لما بيلعب، تمام. كل العناصر دي الحقيقه بوجود لاعب اسمه هندرسون طبعا بيلعب امام الناس دي لان هو بيلعب ليبرو ولكن لخط وسط، مظبوط، المدافعين مظبوط ثلاثه في الخلف وقدامهم هندرسون الحقيقه او داير لما بيلعب هو بيبقى ليبرو خط الوسط، لان قدامه بيبقى اربعه ريبر على اليمين واشلي يونج على الشمال بالاضافه للاثنين لينجرد وجيري الي، وهو الليبرو بتاعهم وده اللي نجح خطه انجلترا مع وجود اثنين مهاجمين زي رحيم ستيرلينج زي هاري كين اللي زي ما بقول لك بيعرف يتحرك بكوره ومن غير كوره. عشان كده ما حدش قادر يوقف انجلترا على الرغم من انجلترا لغايه دلوقتي ما لعبتش فرقه كبيره او فرقه مصنفه فازت بكاس العالم، يعني مجموعتها كانت سهله في الجروب ستيج مع تونس وبنما، لما اصطدمت ببلجيكا خسرت، لكن قدرت انها تتفوق على كولومبيا حتى لو كان بضربات ترجيح، قدرت انها تتخطى منتخب السويد رغم منتخب السويد قوي ومنتخبات اللي بتدافع كويس وما دخلش فيها جوان كتير، ولكن في نظره مختلفه في انجلترا. انجلترا اول ما كانت المباراه توصل لضربات ترجيح كل العالم عارف انها هتخسر، صح، بقالهم 28 سنه يا كابتن هيثم ما كسبوش بضربات الجزاء. بالظبط دلوقتي انجلترا بيتدربوا على ضربات ترجيح، انجلترا عندها حارس جوردن بيكفورد انا في وجهه نظري يميز جدا، طبعا شفنا الانقاذات اللي عملها في مباراه السويد وشفنا البينالتي اللي انقذهم من 24 سنه يا كابتن هيثم، 8 مباريات دوليه، فالمستقبل قدامه طويل جدا. برافو عليك، انت فاكر انجلترا في كاس العالم 90 خسرت امام المانيا، صح، في السيمي فاينال ضربات ترجيح، مظبوط، على ملعبها نظمت اليورو في 96 خسرت امام المانيا، واللي ضيع ركله الجزاء كابتن هيثم ساوث جيت الاخيره. بالظبط لما لعبت في كاس العالم 98 كلنا فاكرين ان وقعت الطرد الشهيره بتاعت بيكام طبعا وديجو بابلو سيميوني، خسرت بضربات ترجيح
في 2006 امام البرتغال خسر بضربات ترجيح، ولكن دلوقتي في ناس بتعرف تشوط بينالتيز، وفي حارس مرمى مميز جدا من وجهه نظري، اميز من ديفيد ديمان واميز من ديفيد جيمس واميز من جو هارت. بيكفورد الحقيقه من الحراس الممتازين، واعتقد ان انجلترا ممكن تصل للنهائي، وفي نبره تفاؤل كثيره في انجلترا في الوقت الحالي، بيقولوا ان الكاس هترجع لموطنها الاصلي على اساس ان انجلترا هي اللي اصلا. ده اللي فعلا السلوجن يا كابتن هيثم اللي بيتقال اتس كامينج هوم، كل الصحف الانجليزيه كاتبه السلوجن ده، فزي ما حضرتك ما بتقول. لكن يا كابتن هيثم عايز اخد حضرتك للمواجهه القويه ما بين فرنسا وبلجيكا، مارتينيز امام ديشامب، مباراه صعبه جدا فنيا وتكتيكيا، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. هل بلجيكا هتبدا باخر تشكيل بدات بيه في مباراه البرازيل، ولا هترجع تاني للتشكيل الرئيسي تلعب بفيتسل وكيفن دي بروين في نص الملعب، كاراسكو وميرتنز، هازارد ولوكاكو، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ ديشامب مثبت تشكيله زي ما هو، ماتودي كان عنده انذارين، فبالتالي هيرجع تاني للتشكيله الرئيسيه. شايف حضرتك المواجهه هتبقى عامله ازاي؟ انا شايف ان مارتينيز هيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه البرازيل، لان الحقيقه عملوا جيم عالي جدا، ارهقوا البرازيل. البرازيل منتخب قوي، والبرازيل اضاعت فرص، لكن صامب منتخب قوي جدا، ما تنساش ان كورتوا كان له دور كبير جدا في طبعا المباراه تخرج بنتيجه 2-1. كيفن براون كان في بدايه البطوله مش في مستواه اللي ظهر بيه مع مانشستر سيتي، ولكن رجع مره ثانيه في مباراه البرازيل وكان مان اوف ذا ماتش. هازارد يعني واحد من اللعيبه اللي تتمتع لما الكره تروح له. انا اعتقد انه هيلعب بالشاذلي برده وتوماس مينيه على الاطراف، ونفس الثلاثي الدفاعي. معرفش كان عنده اخفاقات في المباراه دي ولا لا، ولكن نص الملعب اكيد اكيد كيفن براون مع فلايني، بالاضافه الى الدبابه البشريه لوكاكو. اعتقد ده التشكيل الانسب بالنسبه لروبرتو مارتينيز في مباراه فرنسا. اللي انا شايف برده ان ديدي ديشامب مش واخد حقه، يعني في ناس كتير بتنتقد ديدي ديشامب، بتقول معاه نجوم كبار جدا ومعاه اغلى نجوم في العالم، وبينسبوا المكسب للعيبه، ولما يحدث خساره يقول لك التكت بتاع المدرب. ممكن يا جماعه ديدي ديشامب كان قائد فرنسا في 98، ديدي ديشامب هو اللي رفع كاس العالم، صح، هو اللي رفع امم اوروبا، ومقنع كلاعب ومقنع كمدرب. معقولة مدير فني وصل نهائي امم اوروبا 2016 ووصل سيمي فاينال كاس العالم ويكون فكره محدود او يتعرض لمثل هذه الانتقادات؟ لا، انا شايف ان هو مميز جدا وممتاز جدا، لان انت صعب ان انت تسيطر على مجموعه النجوم دي بدون انك تكون عندك شخصيه. وديدي ديشامب مدير فني عنده شخصيه، فالمباراه هتكون بالاثنين مديرين فنيين ذات كفاءه، وكفاءه عاليه جدا، سواء روبرتو مارتينيز، انت عارف ان روبرتو مارتينيز اصغر من حضري بسنتين طبعا، ولكن مدير فني ممتاز، ويكفي انه معاه في الجهاز طبعا تيري أنري. تيري أنري، واحد زي تيري أنري لما ينقل خبرته للمهاجمين زي لوكاكو، زي ريتش ميرتنز، زي فلايني، زي ايدن هازارد، اعتقد بلجيكا عندها فريق متكامل، ومش هكون مستغرب الحقيقه بوصولها للمباراه النهائيه، وان كانت فرنسا برضه مش حابه تصب في مصلحتها بنسبه كبيره جدا. الاثنين يستحقوا الوصول للمباراه النهائيه. الحقيقه هكون حزين على الفريق اللي هيخسر، يعني دي كان لازم تكون فاينل كاس العالم مش سيمي فاينل. كابتن هيثم فاروق، يعني بتمتعنا كل مره حضرتك بتبقى موجود فيها، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه الاهلي. كابتن هيثم فاروق نجم مصر ونادي فاينورد الهولندي، وتحليل اكثر من رائع عن لقاءات دور قبل النهائي، وخاصه مباراه فرنسا وبلجيكا. لسه مكملين مع حضراتكم في الأخبار الخاصة بمونديال روسيا 2018، وبشكل عام أكيد معنا بعض الأخبار اللي موجودة في الصحف العالمية. خبر بيقول إن الفيصلي السعودي يتمنى تتويج كرواتيا بكأس العالم، وستيرلينج جناح المنتخب الإنجليزي بيشكر جماهير إنجلترا. طبعا جمهور إنجلترا يعني خلاص هو بقى دلوقتي عنده أمل كبير في الجيل الحالي إنه يتم تتويجه ببطولة كأس العالم، وزي ما الكابتن هيثم فاروق قال إن الصحف الإنجليزية بدأت تتفائل وبدأت إن هي تكتب على طبعًا عناوين للصحف ليها إن البطولة راجعة لبيتها، طبعًا ده كناية عن أول من اخترع لعبة كرة القدم هم الإنجليز، وبالتالي هنشوف هل إنجلترا فعلًا هتقدر إن هي تعملها ولا كرواتيا ليها رأي تاني.
ورئيس الاتحاد الفرنسي يختار لاعب الوسط كانتي أفضل لاعب في المونديال. كانتي بصراحة رائع جدا جدا، بيقدم مونديال أكثر من رائع كالعادة مع تشيلسي، كالعادة مع وجوده في أي مكان بيبقى موجود فيه، زي ما كان موجود مع ليستر وقدر أنه يفوز مع ليستر ببطولة الدوري لأول مرة في تاريخ ليستر سيتي. وبول سكولز منتخب إنجلترا متأثر بجوارديولا، نفس الكلام اللي كنا بنتكلمه مع الكابتن هيثم فاروق، وهل هي صدفة ولا هي حقيقة أن بدأ فعلا شكل المنتخب الإنجليزي يتأثر بقيادة جوارديولا لمانشستر سيتي، وبدأ طريقة لعب جوارديولا تبهت على الدوري الإنجليزي بأكمله. وغياب جماعي لنجوم بلجيكا عن فقرة الصحفيين، في بعض الأوقات الابتعاد عن الصحافة والإعلام بداعي التركيز مهم، فده اللي عمله المنتخب البلجيكي. والجماهير البرازيلية ترشق حافلة منتخب بلادها بالحجارة، هي مش بالحجارة، هي بالطماطم والبيض، وكان منظر مؤسف جدا جدا بعد ما منتخب البرازيل وصل، يعني كان في تعدي من الجمهور لكن الشرطة تدخلت ومنعت الجمهور، لكن جمهور البرازيلي جمهور عاشق للكرة، وبالتالي كانوا زعلانين جدا من خروج أمام المنتخب البلجيكي في دور الثمانية. ورباعي بلجيكا يغيب عن مران الفريق هازارد ولوكاكو وفيتسل وكومباني ومونيه، طبعا اكيد راحه مطلوبه بعد المجهود الشاق اللي اتعمل امام مواجهه المنتخب البرازيلي وكمان قبليهم في مباراه اليابان. ومنتخب انجلترا يرتدي الزي الاحمر تضامنا مع الفقراء. طيب الخبر ده يعني انا هقوله لحضراتكم زي ما هو مكتوب في الصحف العالميه، منتخب انجلترا تم من الفيفا ان رساله وصلت للمنتخب الانجليزي ان الفيفا بيدعوه ان هو يلبس الطقم الاحمر. المفروض ان منتخب السويد بيلبس اصفر، فبالتالي ما فيش اي مشكله ما بين لو انجلترا لبست ابيض وسويد لبست اصفر، لكن في بعض الدول الفقيره لما بيشاهدوا مونديال روسيا او المباريات اللي بتتذاع بيبقى التلفزيون ابيض واسود، وبالتالي بيبقى فيه صعوبة لو حد لبس أبيض وأصفر، الموضوع مش هيبقى مميز في التلفزيون الأبيض والأسود، فلما تلبس أحمر مع أصفر هيقدر هنا يتم تمييزه. ده الكلام اللي مكتوب في الصحف العالمية، مش بقول لحضراتكم حاجة من دماغي عشان بس نكون إيه متفقين على الخبر ده. ومارادونا بيشير لكثرة اللاعبين المهاجرين في المونديال، وطبعا مارادونا كل يوم بتصريح كل يوم لازم يثير جدل الصحافة العالمية، وطبعا أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم لازم لما بيدلي التصريح الصحافة تاخده وتتكلم فيه. وأما الرئيس الروسي بوتين فخور بالصمود الروسي رغم توديع المونديال، بصراحة احنا شايفين روسيا مدام المباراة خرجت بالتعادل 2-2 بين الفريقين، أنا شايف أن ركلات الترجيح بيكون ليها حظ، أنا شايف أن هي مش بتكون محسوبة لكن هي بتكون عامل فقط في مين اللي أو هي اللي بتقول مين اللي هيصعد ويستكمل اللقاءات دور قبل النهائي، لكن روسيا طبعا لازم تكون فخورة بالمنتخب الروسي بعد الأداء الجيد اللي احنا شفناه للمنتخب، وكمان بداية من لما كان موجود في مجموعته مع منتخب مصر. ولسه مكملين مع الأخبار، وهازارد بقميص فرنسا قبل مواجهة بلجيكا بنصف نهائي المونديال، يعني اكيد طبعا يعني هازارد يعني كمان احنا عارفين ان كمان بلجيكا فيها جزء بيتكلم فرنسي وفيها جزء بيتكلم فليمش اللي هي اللغه الاساسيه طبعا بلجيكا هي لغه يعني هولنديه فبيتقال عليها الداتش، فبالتالي كمان يعني فرنسا وبلجيكا هيبقى في يعني تعامل من نوع خاص من حيث اللغه وكده، ان الدنيا كلها تبقى يعني سهلة ما بينهم، حتى يعني الوحيد اللي هيبقى مختلف عنهم هو مارتينيز المدير الفني يكونوا طبعا أسباني فبيتكلم الإنجليزية والأسبانية فقط لا غير. أما الاتحاد البرازيلي يجري محادثات مع تيتي لتجديد عقده مع المنتخب، قلنا إن دايما الاستقرار في أي منظومة قروية هو السبيل للنجاح ولتكملة المشوار. وطبعا مصليرة وكلام يعني مش عارف هل ده بقى حجج، يعني كاريوس حارس مرمى ليفربول لما الخطأ اللي احنا شفناه في نهائي الشامبيونز ليج قال ان انا كان عندي فيه تدخل من قبل سيرجيو راموس ادى الى ارتجاج في المخ وبالتالي ما كنتش مركز في الكوره او الهدف اللي دخل فيه. موسليرا هنا بيخرج يعني بموضوع تاني
موضوع غريب، مش كل حارس مرمى هيدخل فيه هدف، الله اعلم ايه الظروف، بس احنا بنتكلم في ان هي هل لو الهدف ما كانش دخل فيه بالشكل ده كان فعلا هيتكلم ويقول كده، لكنه قال تصريح عجيب جدا ان في يعني حصل عنده حالات مش حاله واحده من الوفاه، دي اللي ادت انه يكون مش في مستواه ومش في تركيزه. لكن لو اللاعب مش في تركيزه ومش في مستواه، هل الطبيعي ان هو ما يتمش ابلاغ مدير فني المنتخب ان انا مش هبقى موجود او مش هعرف ان انا اكون واقف في كامل قواي العقليه وكامل تركيزي علشان اقدر ان انا ادي بشكل جيد، ولا هو المنتخب ده يعني كده سند اي حد عايز يلعب واي حد عايز يكون موجود يلعب؟ لا، اللي جاهز واللي قادر ان هو يحرس عرين ايا كان ايه هو المنتخب، او حتى لاعب في ارضيه الملعب ويدافع عن تيشرت المنتخب اللي بيلعب له او حتى ناديه، لازم يكون موجود. غير كده احسن يبعد علشان ما يتحاسبش على حاجه هو مش قدها. ويعني خلصنا الاخبار، لكن عايز اقول لحضراتكم خبر يعني مهم جدا جدا على الساحة الكروية والساحة العالمية. من يومين أو من ثلاثة أيام اتكلمنا على أو بدأت وسائل الإعلام تاخد خبر أن يعني الفيفا بيدعو فريق من تايلاند، هو فريق هواة، فريق ناشئين عندهم حوالي من 12 سنة ل 16 سنة، ومعاهم مديرهم الفني اللي عنده 25 سنة، إن هم بيدعوهم إلى حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم. فيعني محدش فينا ركز في الخبر قوي، لكن خبر زي كل الأخبار. لكن اتفاجئنا يوم بعد يوم إن في مشكلة كبيرة في تايلاند، إن الفريق اللي الفيفا بيدعوه إلى حضور المباراة النهائية ده فريق مفقود، محدش لاقي الولاد دول فين، ولا حد عارف عنهم حاجة. وبالتالي من هنا بدأ ان احنا نركز في الموضوع. الصحف العالمية بدأت ان هي تهتم، بدأ نجوم كرة القدم ان هم يقولوا في ايه المشكلة. فاتضح ان في اولاد زي ما قلت لحضراتكم، فريق من الهواة اصحاب الجنسية التايلاندية، محبوسين في كهف في تايلاند. الكهف ده حصل صدفة غريبة جدا جدا، ان المدير الفني بعد مباراة كان بيؤديها مع الولاد الصغار بتاريخ 23 يونيو اللي فات، 23/6 اللي فات، حصلت ان بعد ما خلصوا المباراة حبوا ان هم يستكشفوا احد الكهوف كنوع من انواع الرحله او الفسحه، يعني زي مكافاه للولاد الصغيرين علشان يكسروا حاجز الملل اللي موجود دايما بعد مباراه، وبعد اكيد يعني ولاد صغيره وبالتالي لازم يكون في مكافاه بعد تاديه مباراه سواء كسبوا او خسروا. دول في الاول وفي الاخر ولاد صغيره، وبالتالي المدرب قرر ان هو مع اللعيبه اللي موجوده يروحوا كهف يستكشفوه، يشوفوه عامل ازاي، يخشوا من جوه يشوفوا معالم الكهف. طبعا احنا عارفين ان المناظر الطبيعيه في دول اسيا زي تايلاند وزي اندونيسيا وزي ماليزيا طبعا تحفه، حاجه اكيد يعني لما بنشوف بالصور بنقول سبحان الله يعني. فبالتالي دخلوا، ومن حظهم الوحش ان جه موسم هطول الامطار. لما الامطار نزلت لحظهم السيء جدا جدا جدا، الولاد اتحبسوا علشان هي ما كانتش امطار، هي كانت سيول، وبالتالي منسوب الميه كان عالي جدا جدا جدا، قفل كل مداخل ومخارج الكهف. وحظ الولاد الحلو طبعا ده اكيد مشيئه الهيه من ربنا ان هو يكتب لهم عمر جديد، ان هم يكونوا موجودين على صخرة هي أعلى صخرة في الكهف وبالتالي تبعدهم عن المية. وبالتالي بدأوا أن هم يغيبوا عن أهليهم وعن أسرهم، والأخبار اتقطعت عنهم لفترة. 12 ولد مع مدربهم موجودين من يوم 23/6. فبالتالي بدأ ان بعض يعني كان في طبعا صعوبه في التواصل
ما بين الأجهزة الإلكترونية زي التليفون المحمول والاستغاثة سواء بالشرطة أو بأهالي الأولاد أو بكل الجهات اللي مسؤولة عن العمل اللي حضراتكم شايفين صوره قدام حضراتكم. وبالتالي حصل اتصال وبدأ إن هم يستغيثوا بالقوات، قوات الأمن بقى وقوات الإنقاذ والضفادع البشرية وكل يعني كل الوسائل اللي موجودة أمام حضراتكم. حصل طبعا إن هم بقالهم أكتر من أسبوعين محبوسين، لا في أكل ولا شرب، هو في شرب، في مية موجودة فبالتالي بيشربوا، لكن طبعا موقف صعب جدا جدا. فبالتالي بدأ العالم كله زي ما قلت لحضراتكم يهتم، بدأ العالم إنه يتابع، وبدأ بعض التدعيمات من كل البلاد. يعني تم الاستعانة ب 18 غواص، منهم 13 واحد أجنبي وخمسة من القوات الخاصة البحرية التايلاندية لإخراج الأطفال. طيب إزاي الأولاد يخرجوا؟ عشان دي كانت نقطة مهمة جدا، يا ريت لو يعني في بعض الصور ممكن ما يكونش الصورة موجود فيها المنظر، لكن هحكي لحضراتكم ونتخيل مع بعض. دلوقتي الأولاد دول ما عندهمش خبرة إزاي يقدروا يشيلوا أنبوبة أكسجين على ظهرهم ولا إنهم يتعاملوا معاها، وبالتالي المسافة بعيدة جدا، المسافة بعيدة جدا. حصل أول حالة وفاة لغواصة سيدة إن هي حاولت تدخل، لكن المسافة يقال إن هي بتاخد من يعني ساعتين في الدخول للوصول إلى الأولاد، عشان بنتكلم على مية، مش بنتكلم على مشي، مش بنتكلم على إن إحنا عندنا الكهف ده مستوي، لا ده فيه بقى مداخل ومخارج وانعواج وانحدارات، فالموضوع صعب جدا. فبالتالي أول سيدة حاولت إن هي تنقذ الأطفال توفت في الحال، لكن هي وصلت لهم أنبوبة أكسجين. لكن لما الموضوع درس بشكل محترف قدروا إن هم يتوصلوا إلى إن استحالة إن الأولاد يخرجوا وهم شايلين أنبوبة أكسجين على ظهرهم، وإن هم بيتنفسوا منها. وبالتالي قرروا إن هم يستعينوا بصندوق، الصندوق ده هيتم وضع الطفل فيه. طيب إزاي الولد هيفضل قاعد في صندوق لمدة 4 ساعات على الأقل، يعني أو ساعتين وهو خارج، يعني نتكلم ساعتين عقبال ما يوصلوا، ساعتين لما يخرجوا. إزاي الولد هيفضل محطوط في صندوق لمدة ساعتين مش عارف يتنفس؟ فبدأ الابتكار إن هم لازم يوصلوا أنبوبة أكسجين لداخل الصندوق ويفتحوها علشان يكون فيها هواء يعرف يتنفس منه الطفل بشكل طبيعي، ويعرف إن هو يخرج معاهم بشكل سليم. وبالتالي نجحوا إن هم يتم إنقاذ لحد دلوقتي 6 أطفال بالطريقة اللي بقول لحضراتكم عليها. وبالتالي لسه باقي طبعا باقي الأطفال اللي موجودة في الكهف. كمان أول طبعا ما وصلوا بالأطفال اللي تم إنقاذهم طبعا على المستشفيات علشان يتم مدهم بالعلاج. طبعا موضوع نفسي سيء جدا، واكتئاب وحالة من عدم وجود أي أطعمة ولا حاجة بتخش الجسم ولا بتخرج منها لمدة 2 أسبوع، مفيش غير مية بس، وبالتالي لازم يتأكدوا على سلامتهم، علشان في نفس الوقت الموضوع على أطفال صغيرة، لو كانوا كبار في السن شوية كان هيبقى الموضوع أسهل، لكن الأطفال الموضوع صعب جدا. لسه موجود كمان 6 مع مدربهم، وبالتالي الموضوع هيبقى يعني إن شاء الله يمر على خير. لكن قلت لحضراتكم كل لعيبة كرة القدم وكل المدربين وكل الشخصيات العامة وكل الصحف CNN والبي بي سي وغيره 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 مهتمين بالخبر جدا جدا جدا، وبالتالي الفيفا قررت دعوتهم على المباراة النهائية. يعني حاجة لفتة طيبة جدا من إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسيب المونديال ويسيب الترتيبات ورؤساء الدول وطبعا رؤساء الوزراء اللي بيكونوا موجودين من مختلف الدول والشخصيات العامة وأساطير كرة القدم والقدامة، وإن هم يركزوا مع أولاد صغيرين. فدي رسالة واضحة جدا 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 من الفيفا، اللي شعاره بيقول الفير بلاي، شعاره بيقول الفير بلاي، وبالتالي هم مركزين.
محمود أبو الدهب أحد أبرز نجوم دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر في بداية التسعينيات. أبو الدهب يطلق قذيفة من لعبة مرسومة حلوة. تألق ولفت الأنظار منذ مشاركته الأولى مع الأهلي موسم 93-94، أصبح أحد الركائز الأساسية لخط دفاع القلعة الحمراء. انضم أبو الدهب لمنتخب مصر في العام 94 عبر بوابة النادي الأهلي، مما فتح الباب أمامه للاحتراف الأوروبي بنادي تيرول النمساوي موسم 97-98. زامن فيه الروسي تانسيلاف تشيتشريسوف حارس المرمى الذي أصبح الآن المدير الفني لمنتخب روسيا في نهائيات كأس العالم. أبو الدهب في ضيافة المونديال على شاشة الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناة الأهلي. شفنا كلنا أكيد وتابعنا التقرير مع حضراتكم نجمنا وضيفي وضيف حضراتكم اللي بتشرف بوجوده في الاستوديو علشان يكلمنا على حاجات كتير جدا أول مرة هنعرفها من خلال المونديال على قناة الأهلي، نجم مصر ونجم النادي الأهلي الكابتن محمود أبو الدهب. حبيبي يا كابتن عمر، أنا سعيد جدا إن أنا موجود معاك لأن أنت فعلا موسوعة، وأنا فعلا بستمتع بيك لأن أنا في حاجات كتير جدا والله بسمعها من حضرتك، معلومات جميلة جدا بحب أسمعها طبعا منك. حاجة تانية أنا بشكر طبعا الإعداد على وخصوصا عمر الأبنوب طبعا على البرنامج الجميل ده، وفكرنا طبعا بترول والمدير الفني الموجود مع روسيا. ما احنا بقى لسه عايزين نتكلم يا كابتن على القصص دي كلها. طبعا حضرتك بتتابع بطولة طبعاً كأس العالم وشايف الأجواء، طبعا تابعت منتخب مصر خروج، يعني ما كناش نتمنى أن منتخب مصر يخرج بالشكل ده، لكن حال كرة القدم وكمان خروج المنتخبات اللي بتعتمد على النجم الأوحد المنتخبات الجماعية هي اللي بتوصل. شايف يا كابتن بداية، ده السؤال المعتاد، كأس العالم بشكل عام حضرتك شايفه عامل ازاي نسخة 2018؟ يعني عايز اقول لك على حاجة، حتى لو مصر مش موجودة يعني طبعا بتمنى مصر تبقى موجودة على طول في جميع الدورات بتاع كأس العالم، لكن كأس العالم بيتابعوا ملايين كتير طبعًا جدا في العالم، لأن حدث تاريخي واخد بالك، وبيبقى شرف لأي لعيب إن هو يمثل بلده فيها. تابعت كأس العالم السنة دي، يمكن شفت جميع الفرق اللي هي كانت مرشحة خرجت، لأن كرة القدم يا عمر بتعتمد على الكرة الجماعية أو الفريق الجماعي، ما بيعتمدش على الفريق النجم الأوحد، وإحنا شفنا كلنا البرتغال، أسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، بما فيهم مصر، يعني حتى إحنا كنا بنعتمد على محمد صلاح. فطبعا يعني الكرة الجماعية هي الغلبة في كأس العالم، يعني شفنا مستويات كبيرة، منتخبات كبيرة جدا وصلت بأداء محترم، ممكن أنا سعيد جدا بأداء بلجيكا في البطولة ديت، وسعيد جدا بكتير بأداء فرنسا، يعني من الفرق الكويسة اللي عندها دفاع جامد جدا قوي، بخصوص أنا كنت مدافع، أنا بتابع المدافعين بتاع فرنسا بشكل كبير جدا. نفس الطريقة روسيا، يمكن روسيا عملت اللي عليها في البطولة، هي صاحبة الأرض، في ناس مهاراتهم مش عالية أو أنه مش منتخب قوي، لكن قدروا أن هم يوصلوا للدور قبل النهائي اللي هو الدور الثمانيه، فده كان حدث كبير يعني. طبعا كابتن محمود حضرتك كنت مدافع وقلت لي ان انا بتابع المدافعين دايما، اكتر حاجه عيني بتقع عليهم او بركز عليهم مستوى دفاع منتخب مصر. انا عايز اعرف راي حضرتك، دايما احنا بنقع في اخطاء الكرات الثابت، زائد حاجه ثانيه، هل فعلا ضغط طول الماتش ان انت بتدافع وارد ان المدافع يغلط، ولا لو المدافع مركز طول المباراة وزي ما لغة الكورة عينه وسط راسه زي ما بنقول دايما لغة المدربين، هل ده ممكن يكون مفيش حاجة تأثر فيه، ولا حضرتك شايف ايه؟ بص يا كابتن عمر، يعني احنا قلنا كتير وحذرنا كتير، يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا موجودة في الدفاع، يعني مش في المنتخب مصر بس، ده في جميع الفرق المصرية. تمام. في عدم تركيز، عدم لا مبالاة، مفيش مراقبة، فدي حاجة خطيرة جدا، واحنا حذرنا منها، خاصة كمان ان احنا بنلعب في منتخب مصر بطريقة دفاعية. المشكلة ان انت كمان في طريقة منتخب مصر ان انت بتقطع كورة، بتضغط عشان تقطع، يعني في كأس العالم ما كناش بنضغط، يعني احنا حتى احنا واقفين، يعني مش عايز، يعني ناس كتير اتكلمت او خبراء كتير اتكلمت في الموضوع ده. لا طبعا راي حضرتك مهم، يعني عايز اقول لك ان انا كنت بتفرج على منتخب مصر ان احنا مرصوصين، يعني زي انا اسف لغة الكورة، لكن انا بكلمك
كوره، احنا بنتكلم ككوره يعني. كان انا لعبنا كوره، احنا كنا بنتكلم مع بعض يعني. احنا كنا دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر، كنا بنقعد مع بعض كتير، كنا بنتكلم مع بعض، نشوف القوه في الفريق المنافس ونبتدي نركز عليها. طب مين اللي هيمسك ده؟ طب مين اللي هيعمل ده؟ الحاجه الثانيه في الكرات العرضيه يا عمر، انت عندك مشكله كبيره جدا، احنا كنا بنتمرن عليها يعني. دي بتبقى مشكله الجهاز الفني، لازم الجهاز الفني كان يمرن المدافعين عليها بشكل كبير جدا. وقفه اللاعب نفسه، المدافع السيرد باك بيقف ازاي لما الكره بتبقى ناحيه اليمين، هل يبص للكره والخصم؟ عندك مشكله ان انت الكره العرضيه بتتعمل، اللاعب بيبص على الكره بس ما بيبصش لظهره. انت النهارده لازم ان انا نمره واحد يبقى باصص على الكوره وباصص للخصم، وبعدين ببقى واقف وقفه معينه يا كابتن عمر، ان انا على اساس ان انا لو انا شايف الكوره وشايف الخصم اللي ورايا اقدر ان انا اقطع الكوره. لكن انت النهارده اي حد دلوقتي بقى بيجيب اجوان من الكره العرضيه، وخصوصا مدرب روسيا يمكن حافظ منتخب مصر بشكل كبير جدا، قال لك اخطر او نقطه الضعف اللي موجوده في المنتخب المصري الكره العرضيه. فده عايزه تدريب كتير، عايزه تمرين بشكل كبير وبشكل يعني شكل محترم، ان انت تتمرن على، مش عيب ان انت تجيب فريق لعيب دولي ولعيب محترف ان انت تعلمه الوقفه. ما هو العيب ان المحترف ده يغلط ونفس الغلط ونفس القرار يعني بتكرر الغلط نفسه. ان انت النهارده ما انتش عارف تقف ازاي، ما انتش عارف الكوره لما تبقى ناحيه اليمين تقف ازاي، وفي عدم المراقبه وعدم تركيز. فده دي كل المشاكل لازم تتحل بشكل كبير جدا، لازم يتمرنوا عليها. مش عيب ان انا اهتم بالجانب الهجومي وما اهتمش بالجانب الدفاعي. شفنا مثال على كده، منتخب فرنسا بيدافع كويس جدا وبينقل نفسه يا عمر من الدفاع للهجوم بشكل كبير جدا وبشكل محترف. يمكن انا بقول لك انا سعيد جدا بمنتخب فرنسا لانه بيدافع كويس. وعايز اقول لك على حاجه، اللي بيدافع كويس في كاس العالم هياخد كاس العالم، لان انت طول ما انت يعني احنا في الكوره بنقول ايه، لو ما دخلش في الجول هتعرف تجيب جون طول ال 90 دقيقة. لكن انت النهارده لما يخش في الجون هتقعد تحارب عشان تتعادل عشان وبعدين تحارب عشان تجيب الجون الثاني. فدي مشكلة كبيرة جدا. لكن الفرق اللي بيدافع كويس هي اللي بتقدر تكسب يعني. شفنا منتخب فرنسا قدر يعني، يمكن منتخبات فرنسا ما اتغلبتش في كاس العالم، هي وبلجيكا وكرواتيا الاثنين دول ما اتغلبوش، كسبوا كل الماتشات اللي لعبوها لانه بيدافعوا كويس. فدي يمكن هي النقطه اللي انا بتكلم فيها يعني. لازم تدريب المدافعين على الكرات الثابته وعلى الوقفه وعلى التركيز. حاجه الثانيه يا جماعه، لازم الفرقه تتكلم مع بعض كتير، اللعيبه تتكلم مع، في قائد في الملعب لازم يوجه اللعيبه يعني. احنا على ايامنا كنا بنلعب كان في 30 قائد في الملعب او 11 قائد في الملعب، في واحد بينبهك خلي بالك في ظهرك قدامك، طب اضغط طب اقطع. لكن انت النهارده يمكن شفت جون السعوديه الثاني، اقسم بالله انا على الهواء انا بكلمك، انا قاعد بقول جول. انا طبعا ما اتمناش ان يخش جول، في ناس كتير جدا بتتكلم يعني فرقه السعوديه بتتنقل بالكوره دخلوا بقى 6 يارده يعني. احنا بنتفرج يعني، بتتبسط بالفرق كده الكوره يعني. في لعيبه دوليه ومحترفه وبره وبتلعب في اكبر انديه ما بتقطعش كوره. الحاجه الثانيه يا كابتن عمر، في نص الملعب انت زمان كان المدير الفني يقول لك ايه، قيم نفسك، انت طلعت بسيط كام كوره، عملت مررت كام كوره، شوت كام كوره على الجون. النهارده لما كنت اتفرج على النني وطارق حامد كام كوره اتشاطت في منتخب مصر على الجون، احنا كلنا بنركن. الوحيد اللي كان بيحاول تريزيجيه بس مش شوط، مش شوط، انت بتحاول ان انت تركن. لا لكن انا عاوز شوط. ما احنا شفنا في جون امبارح من كرواتيا او روسيا من نص الملعب الاول، الجون الاولاني شوطه يعني. لازم تكسب، لازم اشوط. دي احدى الحلول في الكوره المصريه يعني. انت النهارده لما بتيجي تقول بنهاجم، انت عندك 7 محاول الهجوم منهم الشوط، ان انت بتخلص لك ماتشات كتير جدا. طيب عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي، طبعا احنا بنتكلم على مركز المدافع، مركز حساس جدا. طبعا اللاعب مش مفيش حاجه في ايده غير ان هو ينفذ تعليمات مديره الفني وان هو يشارك. هل حضرتك شايف ان علي جبر اتظلم انه 6 شهور ما يلعبش وبالتالي يتم الدفع بيه في بطوله قويه زي بطوله كاس العالم؟ هل ده اثر فعلا على حساسيه المباريات وحساسيه التعامل مع الكرات العرضيه والضغط واحد على واحد وكل خصائص المدافع؟ بص يا كابتن، خروجنا من كاس العالم كان في ظلم كبير، منهم نمره واحد الظلم، ان انت ظلمت الناس كانت المفروض تستحق. زي مين يا كابتن؟ يعني في لعيبه كتير ظلمت يعني. انت عندك النهارده ما ينفعش لعيب ما بيلعبش فرقته او بره بقى بعيد بقى له سنه وتيجي تلعبه كاس عالم. معلش، ما انت كده انت بتعمل مصلحه مين؟ انت ده مصلحه نادي، منتخب، منتخب بلد. فما ينفعش النهارده انت، ما انت بتقول منتخب مصر لما يجي يلعب انت بتختار اللعيب اللي بيشارك او اللعيب اللي متواجد على طول او رجله في الملعب زي ما بنقول. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت ما عملتش اعداد كويس يا كابتن عمر. النهارده انت في الماتشات الوديه كمان انت بتدافع. يمكن انا كتبت سوري بوست على النت
قلت اذا كان احنا مش عاملين ماتشات او مش عاملين نتائج في الماتشات الوديه ما تنتظروش في الماتشات الرسمي. وده اللي حصل. انت اتغلبت الثلاث ماتشات. اتغلبت الثلاث ماتشات ليه؟ عشان في ظلم وفي كان ناس في لعيبه كان تستحق تبقى متواجده في منتخب مصر وفي كاس العالم ما راحتش. النهارده انت خدت ناس وعارف انت راجل سافرت او راجل مسافر وعارف ان ال 13 لعيب او ال 14 لعيب اللي انت بتعتمد عليهم هم اللي هيلعبوا. الباقي مش هيتكلم او مش هيعمل لك مشاكل. عارف ان هو شرف ليه انه يروح كاس العالم او يقعد بره او يقعد على الدكه، لكن انت مختار 13 لعيب او 14 لعيب بتتكلم وعارف التغييرات اللي هتلعب او اللي هتنزل. حتى الغيار اللي عندك هتنزل. حاجه ثانيه، انت في مشكله عندك يا كابتن، عندك دايما مبرر للهزيمه. يعني انت عندك مباريات كبيره، انت عملت ضغط كبير جدا على محمد صلاح. انت عملت يعني انت فينا يعني احنا اتكلمنا او الاعلام اتكلم بشكل كبير على محمد صلاح ان هو شخص الاصابه قبل ما الكشف الطبي يطلع. فبالتالي انت عملت مبرر ان احنا محمد صلاح مش هيلعب. انت عندك 11 لعيب وعندك 11 لعيب من احسن اللعيبه اللي موجوده. عندك اكبر عدد في تاريخ مصر يبقى محترف في الفتره دي في موجود في كاس العالم. كان معايا نبيل معلول او كابتن نبيل معلول كان معايا على التليفون امبارح. حضرتك عارف ان هو مدير الفني للمنتخب التونسي، وكانت الصحافه التونسيه هجمته في بعض التصريحات علشان اتكلم، وقال ان لعيبه منتخب مصر افضل من لعيبه منتخب تونس. فانا سالته قال طبعا دي حقيقه والصراحه ما تزعلش. منتخب مصر عنده لعيبه بتلعب في احسن فرق اللي موجوده في العالم. عنده واحد في ليفربول، عنده واحد في ارسنال، عنده واحد في ستوك سيتي، عنده واحد في الدوري التركي، عنده واحد في الدوري اليوناني. لكن اكبر لاعب في الدوري او اقوى لاعب في المنتخب التونسي بيلعب في فرنسا، وعندك واحد من ثلاثه بينافس على الكره الذهبيه في العالم. تمام. يعني محمد صلاح، عندك تريزيجيه، عندك رمضان صبحي، يعني عندك لعيبه كويسه، عندك النني بيلعب في ارسنال. يعني انت عندك مستويات كبيره. بس خلي بالك يا عمر، مشكله اللعيب المصري بينفذ الخطه بحذافيرها. ان انت النهارده ما عندوش ابداع يا كابتن، ما عندوش ابداع، لازم يبقى عنده ابداع. انت فين النهارده؟ ما انا ممكن انفذ كلام المدير الفني وعلى دماغه من فوق ولازم انفذ كلامه، لكن انت فين في الملعب النهارده؟ معلش، انت شفت جون الوقت يا عمر في الاسماعيلي؟ هو مستر هولمان لما كان مدير فني هو قال لي روح رقص فريق الاسماعيلي؟ ما بيقولش روح رقص واعمل وسوي. لا، انا حسيت ان انا قادر ان انا اكمل واروح اجيب جون. عملت نفسك مجد، انت كلاعب لازم تعمل نفسك. النهارده محمد صلاح بيعمل مجد لنفسه ولا لمصر ونفسه؟ صح. ان هو النهارده بيجي النهارده بهداف الدوري الانجليزي، عنده النهارده احسن لاعب في الدوري الانجليزي. صح. هو ده كله مين؟ ما هو انت للثقه. بس حلو يا كابتن تعمل لنفسك مجد، دي طبعًا. حقيقه فعلا. يعني انا جه في دماغي دلوقتي ان صلاح والنني الاثنين بداوا مع بعض طبعًا. سافروا بدل شوف واحد فين واحد فين، لكن واحد فين واحد فين بسبب الطموح. مين بيتكلم على مين الوقت بيتكلم على محمد صلاح؟ العالم كله بيتكلم على صلاح. يعني انت النهارده اصغر طفل النهارده في مصر بيتكلم على محمد صلاح. ليه؟ لان من ابداعاته. وانا متوقع انه يوصل اكتر من كده. طيب كابتن محمود معانا على التليفون واحد من اهم المعلقين واشهر المعلقين طبعًا. اللي بيمتعنا بتعليقاته وبنستفيد، ودايما لما بيكون بيعلق على اي مباراه بنختار القناه الصوتيه اللي بيعلق عليها، الكابتن رؤوف خليف. كابتن رؤوف برحب بحضرتك. مساء الخير كابتن عمر، وتحيه للكابتن محمود ولكل من يتابعونا. متمتعنا دايما يا كابتن خليف. منور يا كابتن رؤوف، ودايما يعني سلامنا لحضرتك وللاشقاء التوانسه. وطبعا ما ينفعش يبقى موجود معايا كابتن رؤوف خليف وما اسالوش على بطوله كاس العالم ورايه بشكل عام في البطوله. والله قبل كل شيء طبعا يسعدني ان ارافقكم في هذه الاسئله. بالنسبه لكاس العالم ونحن في قلب الحدث، اكيد يعني ربما انا اعطيت عنوان بارز، قلت انه تبدو ان هذه النهائيات بدون كبير، يعني منتخب يكون فوق العاده مرشح للفوز باللقب العالمي، وقد تشهد النسخه يعني ميلاد منتخب جديد يفوز بالنسخه 21. الكبار اللي هم معتادين بالفوز بالالقاب، يعني اقصد الارجنتين، اسبانيا، المانيا، البرازيل، يعني رحلت بسرعه، والان سندخل غمار دور نصف النهائي. بطوله متقلبه، يعني طغى عليها الدفاع اكثر من الهجوم. لم نشاهد حتى النجوم الكبار كالعاده، ميسي، رونالدو بدرجه اقل، كذلك ربما الان إيدن هازارد يخف النجوميه قبل الكل، لكن نيمار خرج كذلك من الباب الصغير. بطولة حقيقة متقلبة إلى أقصى درجات. رأي حضرتك في أداء منتخب مصر في بطولة كأس العالم بعد إخفاقه في تحقيق أي فوز؟ لكن منتخب مصر عاد بعد 28 سنة لبطولة كأس العالم، تجربة مش وحشة لكن أداء مخيب. رأي حضرتك في أداء منتخب مصر مع مستر هيكتور كوبر؟ لا للأمانة، يعني كنا ننتظر أفضل بكثير مما قدمه منتخب مصر قياسا بالتصفيات أولا،
فعليا يعني بحضور محمد صلاح. ثالثا انه هيكتور كوبر يعني المفروض عنده خبره عالميه على مستوى الطريقه الدفاعيه، ونحن نعرف انه صحيح يعني النحس رفق كوبر في النهائيات الاوروبيه لما كان يدرب في نادي فالنسيا، مدرب معروف انه لا يفوز بالنهائيات، لكن كنا نتمنى ان نشاهد نسخه مصريه في هذه الكاس العالميه افضل مما شاهدنا خاصه على المستوى الدفاعي. شفنا الرغبه موجوده لكن التطبيق فوق الملعب كان مفقود، وانا كنت اتمنى انه منتخب مصر ما يكون يعني سجين حضور محمد صلاح، ام لا كل الشغل على محمد صلاح، كل صحيح انه لاعب عالمي ولاعب يقدر يفوز على اي منتخب، لكن كنا نعتقد انه حتى في غياب محمد صلاح تكون النسخه الهجوميه منتخب مصر. يبدو انه على حسب نظريتي المتواضعه المدرب لم يجهز من الاول يعني البلان اولا، بلان ثانيا او بلان ثالثا في حاله عدم حضور صلاح، في حاله اقصائه، في حاله اصابته، كيف يكون الجماعي للفريق. هذه ربما النقطه التي خلتنا يعني نوعا ما مستائين من اداء منتخب مصر اللي كنا نتمنى انه يرتقي اكثر مما كان موجود في المونديال. كابتن رؤوف، رأيك في أداء المنتخب التونسي، أيضا في أداء المنتخب المغربي والمنتخب السعودي بشكل عام، المنتخبات العربية يمكن من أسوأ المشاركات اللي شاركت فيها المنتخبات العربية وحتى الأفريقية، كله خرج من الدور الأول. طبعا أشارك الرأي على طول كابتن عمر، المنتخبات العربية خرجت حتى الأمانة، كنت صرحت قبل بداية المونديال قلت ليس هناك منتخب عربي قادر على المرور إلى الدور الثاني مع احترامي للمشاعر العربية. الكرة الآن أصبحت حسابات وواقع وليست مشاعر وليست يعني حنين وتمنيات وأحلام. المنتخب بالنسبة لي المنتخب المغربي أقل المنتخبات سوء يعني العربية، تقدم مباريات قوية، أنا شخصيا علقت يعني مباراة إيران ظلم فيها يعني ظلما وبهتانا لانه اكتوى بالنيران الصديقه للمهاجم بودابوس في شباك حارسه. مباراه اسبانيا الكل تابع كيف المغرب اخذ مرتين الاسبقيه، كان افضل من منتخب اسبانيا بشهاده رونالدو، قالوا انه واجه اسبانيا وواجه المغرب والمغرب كان اقوى من اسبانيا. المنتخب المغربي ربما استثناء لم تتبعه النتائج، لكن على مستوى الاداء جماعيا وفرديا كان افضل منتخب عربي. السعوديه طبعا خرجت من الباب الصغير من اول مباراه ضد روسيا ب5 أهداف، تداركت نسبيا يعني الاوضاع في الجوله الثالثه امام منتخب مصر. منتخب تونس كذلك خساره يعني مذله ضد بلجيكا، يعني اسرعت بادخال البلبله في صفوف المنتخب، اقصي منذ المباراه الثانيه. مباراه بنما بالنسبه لي ليست مرجع انتصار يعني الانتصار معنوي، لانه بنما منتخب متواضع جدا جدا، واي منتخب عربي اخر غير تونس كذلك يقدر يفوز على بنما بسهوله، وبالتالي كذلك مشاركه مخيبه للامان من جانب تونس بعيده كل البعد عن واقع الاحلام التونسيه اللي عاشوها الكل. وبالتالي اقول للامانه عنوان المنتخبات العربيه للنسيان هذا المونديال، والبناء على الجديد والقادم يكون احسن بالتخطيط السليم وبالتدريب وبالتدبير الافضل. يعني نروح للسيمي فاينل ومباراتين قمه في القوه والاثاره، مباراه كرواتيا وانجلترا وايضا فرنسا وبلجيكا. عايز اعرف راي حضرتك في مباراه انا شايفها قويه جدا ويمكن نهائي مبكر ما بين فرنسا وبلجيكا، هل حضرتك شايف ان مين من المنتخبين اللي عنده الامكانيات اللي تقدر تؤهله للمباراه النهائيه؟ في الاول مباراه فرنسا وبلجيكا وبعد كده مباراه كرواتيا وانجلترا. نعم، بالنسبه لفرنسا وبلجيكا انا علقت على المنتخبين، يعني اقدر اقول لك ان المنتخب الفرنسي الى حد هذه اللحظه لم يقنع مثل ما كان منتظر، يعني المنتخب يفوز صحيح، هنالك حضور قوي دفاعيا، حضور تكتيكيا، لكن جماليا المنتخب الفرنسي بعيد عن الاقناع. ربما مباراه النصف النهائي هذه سوف تكشف لنا بعض العيوب من الاداء الفرنسي. المنتخب البلجيكي انا اقول لك كابتن عمر مباراه اليابان هي التي غيرت كل حسابات الاطار الفني للمنتخب البلجيكي. روبرت مارتينيز شاف انه عوده المنتخب البلجيكي في المباراه ضد اليابان وفاز باللقاء غيرت النهج التكتيكي، انتقل من النظام الدفاعي ب3-4، ولم يكن مدرب متعنت، كان مرن في التعامل، وجاءت النتائج بسرعه وتمكن من الاقناع في الدور الربع النهائي. اقول انا للامانه انك تخرج البرازيل بتلك الطريقه انت منتخب الان مرشح الفوز باللقب. مباراه بلجيكا فرنسا هي مباراه اجواء، يعني المنتخبين يعرفان بعضهم البعض. انا شخصيا اتوقع ان البلجيكيين اقرب للمرور الى الدور النهائي بحكم ارتفاع نسق واداء المنتخب،
بحكم حضور تيري أوري اللي هو طبعا افضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي كمدرب مساعد لروبرتو مارتينيز، وعنده تقريبا كل خفايا وجزئيات المنتخب الفرنسي في مساعدة الإدارة الفني. كذلك قوة اللاعبين في المنتخب البلجيكي، يعني انا تقريبا اسمي لك انت على فكرة كابتن عمر، دكة احتياط المنتخب البلجيكي هي الاغلى عالميا على مستوى بورصة القيمة السوقية المالية، 491 مليون اورو متواجدين على دكة احتياط المنتخب البلجيكي. مزبوط. يعني دكة احتياط قادرة ان تكون تشكيلة اساسية في المنتخب البلجيكي. مزبوط. صعب جدا انا اشوف انه فرنسا تمر امام بلجيكا في هذه الظروف. بالنسبة للمباراة الثانية، مباراة انجلترا وكرواتيا، الذي أمرنا في المنتخب الانجليزي القوة الدفاعية التي استمدها جاريس ساوثغيت من خلال تعامله بطريقة بيب غوارديولا بنفس النهج التكتيكي استفاد من حضور المدرب الاسباني في مانشستر سيتي، هي تقريبا نسخة كربونية أداء المنتخب الانجليزي كأداء مانشستر سيتي، وأداء يرتفع من مباراة إلى أخرى. اليوم المنتخب الانجليزي أصبح قادر أن يفوز بكأس العالم بهذا الجيل الرائع اللي يقوده أقوى مهاجم في العالم حاليا هو هاري كين، يعني بورصة رهيبة الآن تقدر ب 250 مليون أورو كأغلى لاعب ممكن يكون في تاريخ الكرة العالمية. أنا أرشح المنتخب الإنجليزي أنا من المنتخب الكرواتي، وأرشح نهائي بلجيكا إنجلترا. طيب يا كابتن رؤوف، لو إنجلترا وبلجيكا تتوقع مين؟ هل الحماس والقوة والإثارة لمنتخب إنجلترا، ولا حضرتك شايف اللعيبة اللي موجودة في بلجيكا لعيبة على أعلى مستوى مع قيادة فنية أسبانية فرنسية، شايف مين ممكن يفوز؟ على فكرة يعني 9 لاعبين من التشكيلة البلجيكية يتواجدون في البريمير ليج في الدوري الانجليزي، وبالتالي يعني الكل يعرف الكل في هذا الظرف. انا شخصيا يعني اشوف انه المنتخب الانجليزي هو الاقرب للفوز بالكاس العالميه، نظرا لقوه الدفاع، عنده حارس ممتاز جدا، عنده مدرب ذكي وشاب وطموح، عنده اقوى مهاجم حاليا يعتبر في هذا المونديال، والدليل انه افضل هداف بست اهداف هاري كين. اتوقع انه المنتخب الانجليزي سيكون هو صاحب الكاس العالميه. حضرتك هتعلق على أي مباراة؟ والله وأنا بحكي معك يا كابتن عمر ما زال لم يسرنا جدول العمل بالنسبة للأدوار النهائية والنهائية. إن شاء الله يا كابتن. أنا للأمانة يعني الآن يعني نصف نهائي فرنسا بلجيكا وكذلك كرواتيا إنجلترا بمثابة نهائي قبل الأوان، يعني أي إن كانت المباراة سوف نستمتع بإذن الله. إن شاء الله يا كابتن رؤوف نستمتع بحضرتك، وفعلا شرفتني ونورتني على قناة الأهلي، ودايما تكون موجود معانا، تمتعنا بآرائك الفنية، واحد من المعلقين المميزين في الوطن العربي، وإحنا كمصريين يعني متعلقين بيه بشكل كبير جدا. كابتن رؤوف خليف بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في المونديال على قناة الأهلي. كابتن محمود يعني لا مفيش شك بيهم ان هو بيدوا حماس للمباراة بشكل كبير جدا، حتى موسوعة كروية طبعا لا ما شاء الله، كمان حتى الأطفال الصغيرين محافظينه يعني بيحبوه جدا، زي ما انت قلت ان احنا بنحب نسمع تعليقه هو طبعا، وناس كتير جدا عصام الشوال ويوسف وعمر طبعا، يعني بنستمتع بيهم. في رأي حضرتك في الكلام اللي قاله كابتن رؤوف خليف بشكل عام على المنتخبات العربية، خلصنا منتخب مصر وتكلمنا عليه مش عايزين نديله وقت أكتر من اللازم، لكن المنتخبات العربية أسوأ مشاركة للمنتخبات العربية الأفريقية في بطولة كأس العالم والخروج من الدور الأول. هو قال كمان إن هو قال إن مفيش منتخب عربي قادر على المرور إلى دور الـ16. أنا قلت لك الطموح يا كابتن ولا الامكانيات؟ الامكانيات والطموح، ما انت عندك الامكانيات وعندك ولا ممكن نشوف ان الطموح زي منتخب روسيا ما عندوش امكانيات لكن عنده طموح وصل. انا بقول لك ما عنده طموح، يعني في ناس تقول لك عشان الملعب والجماهير، لا طب ما اللعيبه فين؟ اللعيبه بتقاتل في الملعب. كرواتيا بنفس الطريقه كابتن عمر، النهارده في كاس العالم كل الفرق اللي مش مرشحه وصلت، يعني انت النهارده كله كان مرشح مين؟ البرازيل، الارجنتين، اسبانيا، البرتغال، عشان عندهم نجوم او نجم واحد اللي هو رونالدو في البرتغال، ميسي في الارجنتين، نيمار في البرازيل، كل الناس دي خرجت او كل الفرقه دي خرجت. فانت النهارده الطموح في البلاد العربيه مش كبير، ان انت حتى وانت خارج راح تركب الطياره انت بتقول احنا نعمل تمثيل مشرف، فدي مش مشكله كبيره جدا. لا انا عندك انت كلاعب فين؟ انت عندك النهارده لعيب من اغلى اللعيبه في العالم اللي هو محمد صلاح بشكل 150 مليون، انا بقول لك ما شاء الله ربنا يزيده. لا عندك لعيبه كتير جدا، عندك لعيبه بشكل، بس هي المشكله في التخطيط يا كابتن. انت النهارده والنهارده حذرت قبل ما توصل كاس العالم، يعني برضه هترجع لمنتخب مصر، لان انت متابع لمنتخب مصر بشكل كبير جدا. انت النهارده عندك لعيبه كويسه ولعيبه عندها امكانيات وعندها مهارات وعندها لعيبه، عندك مهارات توصل. احنا كنا بنلعب في اوروبا كابتن عمر، احنا شايفين نفسنا اعلى منهم، لكن انت ما عندكش الطموح او ان انت توصل كاس عالم او ان انت تكسب كاس عالم. ليه ما تكسبش كاس عالم؟
ايه الغلط او ايه العيب ان انت توصل كاس العالم؟ ما كل الفرق النهارده بلجيكا النهارده مع المدير الفني بتاع بلجيكا بيقول لك من المؤسف ان احنا ما ناخدش البطوله او ما نوصلش للنهائي. نفس الطريقه المدير الفني بتاع كرواتيا، نفس كل الفرق عندها طموح وعندها امل انها تكسب كاس العالم. يعني اخد حضرتك لنقطه كنت حضرتك اتكلمت فيها دلوقتي، ان حضرتك كنت موجود في اوروبا وواحد من اللعيبه المصريه المحترفه في الدوري النمساوي في تيرول انستروك، و الغريب واللي الناس كتير ممكن ما تكونش عارفاه ان كان حارس مرمى الفريق هو المدير الفني الحالي للمنتخب الروسي. انا منطقه تشيرتشيسوف، حضرتك قبل الهوا قلت لي هو ليه اسم بيتقال بطريقه معينه. على فكره قبل ما اقولك على اسمه، هو شخصيه محترمه جدا، شخصيته قويه، كان واخد احسن حارس مرمى في اوروبا 4 مواسم ورا بعض. يمكن هو من فاهم كويس جدا طبيعه اللاعب العربي، هو يمكن هو كان بيتعامل كان صديق معي. حضرتك هو كان صديقي جدا وكان بيحبني جدا، انت عارف انا كنت ساعتها بلعب ليبرو وهو جول، فاحنا في كونتاكت بيننا على طول. وعايز اقول لك على حاجه، هو كان من الاسباب الكبيره ان انا لما رحت اسبوع معايشه هناك، لما استاذنت مجلس اداره النادي الاهلي ورحت عملت اسبوع، كان من اسباب انتقل ليه ان انا انتقل، لان هو اتبسط مني يعني انت عارف، او اعجبته بشكل كبير جدا وقال لهم ده لعيب كويس واتكلم عليه بشكل كانوا كبير. كانوا بياخدوا اراء كابتن في الفريق طبعا، هو على فكره يعني قائد، يعني هو من روسيا، لكن انا كنت لكن هم كان بيحبوه بشكل كويس جدا. اللعيبه كان محبوب من جميع اللعيبه اللي موجوده. هو بص يا عمر، هو اسمه ستانيسلاف تشيرشيسوف، يعني في ناس بتنده بيقول تشيرشيسوف على طول، هو ستانيسلاف تشيرشيسوف. هو على فكره حضرتك كابتن محمود لسه حافظ الاسم لحد؟ لا انا حافظه، لان انا كنت عايز اقول لك، لا عايز اقول لك على حاجه، لا انا كنت بحبه جدا، يعني حتى عبد الستار صبري كان موجود أنا معانا بالزبط. هو فعلا كان بيستقبلنا على فكره، كان بيعزمنا على طول في بيته. يعني انت عارف الاكل الاوروبي، ان انت بتقعد اكيد سافرت اوروبا وعارف طبعا النظام الغذائي في اوروبا، هو اكلنا مصري، اكل مصري يعني اللي هو السوري، الطبيخ المصري بالعربي، وبيتكلم وعارف طبيعتنا ان احنا دمنا حامي، وبيتكلم معانا بشكل كبير جدا. وعايز اقول لك على حاجه يا عمر، ان هو كان بيدافع عننا بشكل كبير جدا. يعني انا افتكر مباراه، ان انت عارف ان انت لما تاخدش البطوله فبتلعب على المراكز اللي هي من الاول للخامس، ان انت تروح وتلعب في بطوله اوروبا او الكونفدراليه او كاس الاتحاد الاوروبي. فاحنا كان عندنا مباراه بتاع سالزبورج، فعبد الستار صبري ما كانش لسه متقن اللغه شويه، فالمدير الفني ناداني، فانا بقالي سنه او شويه وقاعد، فابتديت اتكلم في لغه، فقال لي لعبد الستار امسك الكوره وما ترقصش في نص الملعب بتاعنا، لا خد الكوره واعمل اللي انت عايزه في نص الملعب بتاعنا. مظبوط. فعبد الستار صبري نزل، فانا كلمته قلت له عبد الستار المدير الفني بيقول لك، كان اسمه سبرو يعني انا افتكره، قلت له بيقول لك كذا كذا كذا، اعمل كذا. فعبد الستار صبري زي ما تقول سرح، انت عارف اللعيبه المهاريه، وكان محبوب جدا عبد الستار صبري معانا. فعبد الستار قعد يرقص وكده، فالكره اتقطعت علينا، عملت هجمه مرتده يعني خطيره، ابتدت اللعيبه تزوم، فهو اللي كان بيهديهم يقول لهم لا ما دي كان مش فرح من دي، راح واخده يعني، كنا بنلعب فرقه اسمها سالزبورج انا فاكر. اه طبعا سالزبورج. فانت خلاص وكسبان 1-0 وبتلعب على ملعب سالزبورج، فريته راح واخد عبد وقع اتعور من عندنا او تقريبا بيدعي الاصابه، على اساس ان ده فضل دقيقتين ثلاثة. والله العظيم عمر راح جاري سبرنت بنص الملعب واخد عبد الستار صبري تحت باطه، واسال كمان عبد الستار، وقف وقعد يكلمه. فطبعا انا بضحك، فطبعا هو بيكلمه روسي على الماني، فبعدين فبقول له عبد الستار انت فاهم، بيقول لك اعمل اللي انت عايزه هنا، ما تعملش هنا، واهدى وبتاع. ابتدت تفهم، فهو كان عارفنا بطبيعه يعني، عارف طبيعتنا بشكل كبير جدا. وعلى فكره هو جه مصر يعني، هو عمل اجازه هنا في مصر، ممكن انا استقبله. بتتواصل معاه كابتن لحد دلوقتي؟ لا الوقت بصراحه بامانه لا، لكن هو قبل بقى يعني من 10 من 5 سنين او 6 سنين كنت في تواصل موجود معانا. على فكره انا كنت سعيد جدا بوجوده، لان انا فعلا كنت بشجع روسيا عشان خاطره، لان هو فعلا عارف انت يعني الاصل ان انت طبعًا راجل طبعًا. الراجل اللي انت كنت بتحبه وهو بيحبك، وكان بيتكلم عليك بشكل كبير جدا وكويس. يمكن هو قال لي انت مش يعني انت تلعب في الدوري الالماني او تروح اي دوري ايطالي، لان هو كان معجب بيا بشكل محترم يعني. يعني بص يعني يا كابتن، في بقى كده سؤال كده يعني أمرك. هم قالوا لي عليه دلوقتي اللي هو كان بيجيب لكم العيش البلدي منين في النمسا؟ كان على طول بيجيب لكم العيش البلدي صح؟ لا على فكره كان في مصريين كتير، لكن هو عارف ان حضرتك هو قريبين كمصري بتحب العيش البلدي، هو جاب لنا عيش، هو جاب لنا عيش تركي
بامانه، لان انت عارف الاتراك هناك في النمسا كتير، وجاب لنا عيش فعلا موجود. العيش انا فوجئت ان هو موجود على السفره، حتى مراته او صديقته. بس هي ده بصراحه موقف يحترم، ان هو بيحاول ان هو يعني يعمل معاك واجب. خلي بالك جامد قوي، كان اموره لو صغير يعني، حتى لو وريتك صوره لا كان شكله حلو غير دلوقتي. ولا هو على فكره شخصيته قويه يعني، حتى امبارح واضح عليه يا كابتن. لا شخصيته قويه. وفي حاجه كمان عمر، امبارح اتفرجت، لو انت اتفرجت عليه امبارح حتى قبل روسيا ما يجيب جون، هو بيحمس الجماهير المصريه، الجماهير الروسيه يعني، حتى بيقول لهم شجعوا، لان هو حاسس ان في جماهير واقفه او في جماهير ما بتشجعش الفريق، هي بتتفرج. لكن هو حسيت ان انت بتحس ان واحد مصري يعني، انت في اوروبا ما بتشوفش الكلام ده. لا طبعا. لكن هو بيحمس الجماهير او بينادع الجماهير ان هي تشجع الفرق، وكان لهم مفعول السعر وتعادلوا يعني. كابتن محمود، عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا في موضوع المدير الفني. هو كان حارس مرمى، هل حضرتك شايف ان ليه لا، او ينفع ان لاعب كان بيقف حارس مرمى ان هو يبقى مدير فني، ويكون عنده رؤيه، وان هو يكون عنده شخصيه قويه، ويقدر ان هو يقود فريقه الى بطولات، ولا نادرا ما الموضوع ده؟ هم يمكن انا وجهه نظري، بص عايز اقول لك على حاجه، يمكن في اختيار استاني، يمكن انا اتعاملت معاه النمره واحد الشخصيه، شخصيته قويه جدا. الحاجه الثانيه ان هو محبوب يعني، محبوب بشكل كبير جدا، يمكن حتى واحنا في الفرقه عندنا كانت اللعيبه بتحبه، يمكن كان مدينه الكابتنه يعني، كان ما فيش انت عارف في النمسا او في بيبقى في بيبقى لازم ابن البلد لكن صح. هم كانوا مدينها له، وكان على فكره رئيس النادي بياخد رايه في حاجات كتير جدا من اللعيبه اللي كانت تيجي من افريقيا او بتيجي من بره. فهو يمكن دي من الاسباب اللي هي اديته من طبعه في روسيا ان هو يبقى موجود في الوقت. الحاجه الثانيه، لما روسيا توصل للدور قبل النهائي او الدور الثمانيه، ده على فكره حدث كبير جدا، وهي انها تعمل النتيجه ديت او توصل للاسلوب ده، اكيد هو نجح بشكل كويس. وعلى فكره الحاجه الثانيه، هو يعني عايز اقول لك ايه بالبلدي كده، هو جدع، فهو محبوب بشكل كبير، عنده رؤيه فنيه، كان بيقعد معانا يتكلم، وكان حتى كان بيذاكر الفرق وهو لعيب او حارس مرمى. يمكن احنا كنا بنلعب في بطوله اوروبا في سلتيك جلاسكو، يمكن قال لنا على نقاط الضعف والقوه اللي كان موجوده في سلتيك جلاسكو. طب بما ان حضرتك موجود معايا، وطبعا حضرتك من اللعيبه اللي احترفت في العصر الحد. كان نادرا فيه لما لاعب كره بيحترف كان في مصر، ثلاثه او اربعه يمكن، كان نادر يعني. كاس العالم 90 مصر كان فيها 2 لعيبه محترفه، كابتن مجدي طوبه وكابتن مجدي عبد الغني. وقت حضرتك ما كان يعني الفتره اللي حضرتك كنت بتلعب فيها ايضا كانت فتره نادره في وجود اللعيبه المصريه بره. عايز اعرف بقى ازاي حضرتك احترفت، ايه اللي حصل، ايه القصه، بدات ازاي وجود حضرتك مع النادي الاهلي، تالقك بشكل كبير، لاعب بيلعب في قلب الدفاع، بيحرز اهداف، عنده مهارات، بيعرف يعدي ويزيد ويكمل ويشوط، احكي لي بقى القصه. بص، هي القصه جت، كان عندنا مباراه الاسماعيلي اللي هي بتاعه الجون اللي انا جبت في الجون اللي اتعرض دي فعلا يمكن الله يمسيه بالخير الحاج محمد ابو هاب، كان عضو مجلس اداره، وقال لي لهشام حنفي ان في مدرب من النمسا جاي يتفرج عليك على في المباراه دي، على كابتن هشام، على هشام حنفي، على كابتن يعني هشام. انا ما كنتش في الحسبان يعني، هولمان قال لي انا هوديك الدوري الالماني يعني، هولمان في الفتره دي قال لي انا هخليك تروح الفريق في المانيا. ويمكن كان في فتره اعداد جالي اكتر من نادي يعني، حتى عرضوا على الهدف كابتن قدام، هو ده المباراه، ده الماتش ده بالظبط يا عمر. انا فاكر يمكن الحاج محمد عوابه حكى لي القصه ديت، وكان معاه الله يرحمه كابتن ثابت البطل، بسجون مارادونا على فكره، جون عالمي يعني، مش انا اللي جاي ده، ده خطير طبعا، ده جون حلو قوي. لا لا، ده في اول ثانيه. بص كابتن انك تاخد قرار انك تزيد وترقص واحد، لا بص، وتروح في التاني وما تبصيهاش وتلعبها. لا عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه، انت عارف ان الجون ده مين اللي جابه؟ مين؟ حسام وفليكس، عشان وسعوا لحضرتك، فتحوا اخدوا بشكل. اخدوا واحد يعني، اخد يعني، انا ماشي بالكوره، فالكابتن حسام وهو بيجري عليا بيحضني بيقول لي مبروك على الجون، بيقول لي ما انا ما تبصيلي، قلت له ما ده الجون يعني، قلت له يعني عارف انت الكابتن حسام يعني. انا حتى فاكر في الماتش ده، فانا كان في موقف كويس قوي في الاتوبيس، حتى الكابتن حسام انا كنت بقعد جنبه على طول، حتى كنا في الغرفه سوا، فبقول له يا ابراهيم يعني 6 جوان واحنا ما نجيبش جون في فانا ضحكت، قلت له الحمد لله ما زميلك جاب جون يعني. بس كابتن ملعب صعب، ملعب الاسماعيليه والاسماعيلي ملعب صعبه جدا طبعا، وان انت تكسب اسماعيلي في اسماعيليه 6-0 دي كتير يعني. انت الاسماعيلي اتخطف في اول مباراه، وبعدين فوجئنا ان انت كمان الاسماعيلي بكل خطوطه بيهاجم يعني، انت وكان ربنا موفقنا في المباراه دي، كان يعني بعدها سمير كمونه ومشير حنفي يعني الثلاث مدافعين جابوا جول، كل المدافعين. يمكن حتى لو جبت سمير كمونه وانا بقول له ايه انا مش هجيب جول، قلت له روح جيب جول، لا مع احترام الفريق الاسماعيلي انت بتتكلم عايز يعني بتتكلم. ما كانوش في يومها، لا فبعدين الاسماعيلي يعني عمل مباراه كويسه، بس الماتش ان انت مفتوح، ان الدنيا مفتوحه معاك، ان انت بتعرف تجيب جول، حتى كمونه بقول له روح جيب جول،
نفس الماتش بتاع الرجاء المغربي بقول له جمونة يعني هتلعب على دماغك، لان انت شايف في حاجه، في عدم تركيز في فرقه الاسماعيلي في اليوم ده. فانا يعني ارجع لك للقصه بتاعت الاعتراف. يمكن زي ما قلت لك ان هولمان كان جايب لي عرض. هو كان جاي لهشام حنفي في الفتره دي. هشام كان متالق في البطوله العربيه، يمكن احرز هدفين في الاولمبيك المغربي البيضاوي، فالناس بتتكلم عليه بشكل كويس، ويمكن عرضه على الحاج محمد عبد. فلما انا جبت الجون وعملت نتيجه، يمكن انا عملت مباراه في الماتش ده كويس جدا، ففوجئت ان المدير الفني كان اسمه قسطنطين عمر، قال لك انا عايز رقم 19 بنفس اللفظ كده. اتفاجئت يا كابتن؟ انا اتفاجئت طبعا، يعني حتى تاني يوم لقيت الكابتن ثابت الله يرحمه وكان مدير كوره ساعتها بيتصل بيا، وكان الكابتن احمد ماهر وكان معاه الحاج محسن طنطاوي طبعا رئيس نادي الاتحاد حاليا، لقيتهم قاعدين معايا. فبصيت بيقولوا لي انت جالك عرض احتراف في النمسا. فانا ببص يعني قلت لهم النادي ايه وكده، قالوا النادي ترول. انت برضه تعرف بالنسبه ليك ان انت الانديه النمساويه ما فيش الا هو رابيد فيينا، صح؟ ان انت بتبقى عارف رابيد فيينا اشهر نادي موجود في النمسا، صح؟ فانا قلت لهم طب ايه وكده واللي انتوا شايفينه، بس انا نفسي احترف في بلد احسن، لو مش لو كده اقعد في النادي الاهلي بامانه. وعلى فكره يمكن انا صممت ان انا مشيش، راحوا جايبين لي الناس، في ناس مصريين هي اللي بتتفاوض معاك. فساعتها كان الله يرحمه كابتن صالح سليم كان رئيس نادي، لقيت هم اللي بيعرضوا المقابل المادي وبيعملوا حاجه وهتروح ومش عارف ايه. تخيل انه في الفتره ديت ان ما كنتش هتروح بمقابل مادي، يعني حتى مش عارضين مبلغ. فقلت لهم ازاي يعني النادي الاهلي ولا انا هروح كده؟ فقالوا لي لا. فالله يرحمه، فانا طلبت الله يرحمه قاعده مع كابتن صالح سليم، فلقيتهم بقى عمالين يكلموا لك 100 200 300 لا 150 لا، انت فاهم عارف انت النظام ده. فقلت لهم لا. فانا قلت كابتن صالح رحمه الله عليه طبعا كان عندهم مجلس اداره، فانا دخلت عليه بيقول لي انت معترض؟ قلت له يا كابتن انا مش شايف واحد مصري، او كل اللي بيجوا يتفاوضوا معايا مصريين، ده ما فيش حد من النادي والله بنفس اللفظ عمر. قلت له روح بيتصل، فكان في اتنين قاعدين قال لهم انا عايز رئيس نادي ترول يجي يتفاوض معايا. فعلا الصبح الساعه 10 كان موجود، يعني الاجتماع خلص الساعه 10 ونص بالليل، تليفون بطيتهم الناس خدوا تليفون وطلعوا بره بيكلموا، كان هو اسمه خشتافل اللي هو رئيس النادي، لقيته الصبح موجود والتفاوض وخلصت. يمكن عايز اقول لك على حاجه، يمكن الكابتن صالح الله يرحمه بيتفاوض مع يعني اتفاوض معاهم او اتكلم معاهم بشكل كبير جدا على باركن العربيه. انت عارف في اوروبا باركن العربيه طبعا. هو قال لي هو كان محترف في نادي هناك اللي هو شتورم جراتس، وكان بطل الدوري، صح؟ وكان وبيتكلموا عليه بشكل كويس هناك. قال لك قال انا عارف النمسا وعارف الحياه هناك وعارف العيشه هناك غاليه جدا، يمكن ربنا كرمنا اتفاوضنا وخلصنا، ويمكن الشيك كتب واحنا قاعدين وخلصت القصه والحمد لله. سفر انتقال بيع، الانتقال بيع اه. وبعد كده بعد كان عاد لمده سنتين؟ لا كان مده ثلاث سنين. لا بس عايز اقول لك على حاجه، يعني ما كانش الفرقه اللي كان واحد طموحه فيها ان انت تلعب طبعا بعد الاهلي لازم حضرتك تروح، يعني انت تروح انت بتلعب في نادي عشان تبتدي تروح حته كويسه، لكن انت اللعيبه هناك ما كانش مساعداك بشكل كويس، ان الفرقه كانت في احلال وتجديد، كانت عندهم مشاكل، ابتدت المشاكل تحصل، فابتديت ان انا اطلب ان انا ارجع مصر يعني، مش لكن مش عشان بقول لك بقى، اصل انت لما تفشل بتفشل من اول شهرين لا ثلاثه. لا احنا شفنا حضرتك في الماتشات الاوروبيه. انا بقول لك عايز اقول لك حاجه، انا كنت هناك ناقص اوف جون، يعني طلع لعبت راس حربه، لعبت ليبرو، لعبت فندر، حتى عبد الستار صبري لما جه ادانا قوه، ادانا قوه بشكل كبير جدا. وابتديت تلعب. كان ترشيح مين يا كابتن عبد الستار؟ يعني لا هو كان في بطوله الامم الافريقيه 98 تمام. كان ترشيح برضه ناس مصريين تمام. يعني في الفضل هل اخذوا راي حضرتك في هم قالوا لي هو في لعيب مصري جايين، بس هم كانوا مش بص عايزين هو عايز اقول لك على حاجه، انا فهمت بعد كده يعني هم ما قالوليش، بس انا فهمت لان الدنيا كانت متعتمه خالص، فانا فهمت بعد كده ان عبد الستار صبري جاي بدون مقابل في الفتره دي، ان هو جاي عشان يتسوق او يلعب في الحته دي، ان هو يخرج من المقاولين العرب، زي النظام ان انت لعيب مش ماضي عقد مع النادي بتاعه فبيبتدوا ياخدوه من مصر وبعد كده يسوقوه، فهم ما كانش عايزين يعرفوني. حتى لما كان المرتبات هناك او بتاخد المرتب بتاعك عمر، ان انت بيوصل لك على الحساب بتاعك في البنك ان انت بيبقى محطوط في ظرف، انا عارف زميلك ما يشوفوش، ما الظرف ما توروش لزميلك، انا معلش مع احترامي لان دي انت عارف دي حاجات اسرار يعني. فانا فوجئت، فانا قلت له مش عبد الستار صبري اللي يجي بالمبلغ ده او بيجي بالطريقه ديت او بشهاده، ده انا جاي عشان اروح بره بتاع. قلت له لا، بس انت تخرج من بلدك بشكل كبير جدا، حتى هم زعلوا مني يعني. دي كانت من الاسباب اللي هي بدات تعمل مشاكل معايا هناك. قلت لهم لا ده مصري ولازم اخاف عليه، لان ازاي يجي كده
او يجي بالاسلوب ده او يجي بالطريقه دي. احنا مصطفى كان مكسر الدنيا ساعتها في النادي طبعا. وعايز اقول لك على حاجه، كان بينزل كان بيتغنوا باسمه الدوري في الدوري النمساوي، الجماهير بتحبه فعلا يعني. حتى لما كان ما تلاقوش في الماتشات كان بتزعل. فيمكن انا اعترضت بقول لا انت يعني خليك في نفسك، او زي ما تقول انت كل واحد يبقى في حاله يعني. فقلت له ربنا ربنا كرمه، بعد كده انتقل للدوري البرتغالي والدوري السلوفاكي تقريبا، فيمكن عمل ماتشات كويسه يعني. كابتن محمود، ايه الفرق ما بين الاحتراف ايام حضرتك والاحتراف دلوقتي؟ ايه بقى الاختلافات اللي حضرتك شايفها والتسهيلات اللي بقت موجوده؟ لا بص خلاص يعني، احنا كنا زمان عشان تقعد تتفاوض تمشي كانت الدنيا بتبقى من الكهرباء، ان انت بتخرج بصعوبه، ان انت بيجي لك عقد. يمكن عايز اقول لك على حاجه يا عمر، يمكن انا جالي عقد من كان واحنا في فرنسا في سنة 94، كان 95 كابتن فاروق جعفر كان مدير فني لمنتخب مصر، وكان الكابتن خطيب مدير الكورة. صح. وجالي فعلا فرقة، يمكن احنا منتخب مصر كنا معسكر هناك، وجالي فريق كان، وكان ماسك الفرقة هنري مشيل. قال لك انا عايز، هو عايزني انا وعبد الستار صبري. فساعتها كان 100,000 فرنك فرنسي. فكان ابتديت تتفاوض، فحتى الكابتن خطيب قال للكابتن حسن حمدي ساعتها ده ابو الدهب جاي له عقد احتراف وكذا، فطب ايه رايك نخليه يمضي وعايزين الدوري الفرنسي هيبدا وكده. قال لك لا لازم يرجع مصر والكلام ده. فانت الاحتراف كان زمان بصعوبه، ان انت كان الانديه بتتمسك بشكل كبير بيك يعني بتتفاوض على المبالغ الماديه بشكل كبير. لكن حاليا انت دلوقتي اي لعيب احتراف بيجي لازم يمشي، لان ده بترفع من شان اللعيب وبترفع من شان النادي بتاعك. فالنهارده اللعيب عندنا، النهارده لعيبه كبيره جدا عندنا، رمضان صبحي عندنا، تريزيجيه عندنا، محمد صلاح، النني، وعلي جبر، واحمد حجازي، عاملين باسلوب كويس. الحاجه الثانيه، اللعيب لما بيتالق يا عمر، او اللعيب المصري بيتالق في الدوري الانجليزي، بيرفع من اسهم اللعيب المصري، ان انت النهارده ده لعيب بيتعرف منين. زي محمد صلاح، زي محمد النهارده الاضواء بقت متسلطه على مصر، ان انت في لعيبه كويسه زي محمد صلاح، ممكن يكون في 500 محمد صلاح بعد كده، بس لازم تطلع ولازم تحترف. الحاجه الثانيه، طول ما انت بتطلع احتراف بره هيطلع لك لعيبه من تحت كويسه. القاعده عندك تحت لازم تشتغل، مش لازم اللعيبه تطلع، لان انت لما بتطلع لعيب بيطلع. يعني زي ما انا مشيت من النادي الاهلي، ابتدى ابراهيم سعيد يطلع، محمد شرف يطلع. فانت النهارده اللعيبه على طول يعني، لما لعيب يحترف بره دي بيدي فرصه تانية للعيب تاني ان هو يطلع يعني. طيب ارجع بحضرتك تاني للمونديال، وكانت بصراحه يعني وقت استمتعت بيه جدا. حبيبي ربنا في الكلام اللي حضرتك اتكلمت، والكلام اخذنا للاحتراف ولمشوار حضرتك طبعا، تاريخ كبير جدا ومشرف دايما يا كابتن محمود، سواء مع الاهلي او في النمسا. طيب مباراة قبل النهائي ما بين كرواتيا وانجلترا، وعندنا مباراة تانية ما بين فرنسا وبلجيكا. مباراة فرنسا، احنا عندنا اربع فرق، ثلاث مدربين وطنيين ومدير فني اجنبي. مدير فني اجنبي هو المدير الفني للمنتخب البلجيكي، مارتينيز جنسيته اسباني، لكن منتخب فرنسا عنده ديدي ديشون فرنسي، كرواتيا داليتش كرواتي، وانجلترا ساوث جيت انجليزي. شايف مواجهة فرنسا وبلجيكا ازاي من وجهة نظر حضرتك، ومين الأقرب للفوز؟ وهل هي مباراة تبقى معقدة تكتيكيا مش هنشوف فيها متعة وإثارة، ولا تبقى مباراة مفتوحة؟ يعني عايز أقول لك على حاجة، يمكن الماتش بلجيكا وفرنسا ده نهائي مبكر، يمكن طبعًا. أنا حابب بلجيكا جدا وبشكل كبير جدا، لأن أنا تعبت الفترة ديت، وزي ما قلت لك إن هي كل الماتشات اللي لعبتها في كأس العالم كسبتها، وعاملين أداء مشرف بشكل كبير. يمكن قدروا إن هو في مباراة إن هم يكسبوا، أو عندهم هازار بيعتمد عليه بشكل كويس جدا، وبيعتمد على الراجل الفيلود اللي هو لوكاكو ده، بسم الله ما شاء الله يعني وحش. يعني اتمنى ان انا كنت العب عشان امسكه يعني، انا بحب اللعب ده والله اكبر يعني، بحب اللعيبه اللي هي الضخمه دي، عارف انت بتستمتع بيها. لكن هم فرقه كويسه جدا، ادائهم منظم في الملعب، منظم تكتيكيا، نفس الشيء بيقابلوا بقى فرقه فرنسا بشكل كبير جدا، عندهم دفاع قوي، وكل عندهم يمكن لعيب اللي هو رقم 6 الاسمر في منتخب فرنسا، لعيب يمكن ده احسن، انا اعتقادي ان هو احسن لعيب في كاس العالم، اللي هو بيقف على الكوره بشكل كويس. لو حضرتك تتكلم على نص الملعب، كانتي ولا كانتي؟ ده لعيب كويس جدا، يمكن انا بستمتع بيه جدا، تقيل على الكوره، تقيل على الكوره كمان. وبعدين في حاجه كمان، او كانتي او تقريبا هو كانتي، لا هو كانتي كلو حاجه كلوجو كانتي، يمكن ده لعيب كويس جدا، بيكمل ولا الفراوله. وعندهم مبابي سريع جدا، لعيب كويس جدا، عندهم كريزما، احسن لاعب في البطوله كابتن، طبعا واغلى
لعيب يمكن بس احسن لاعب عنده سرعه. لا مش احسن لاعب. مين احسن لاعب في يعني البطولة؟ انا رايي هازار يمكن. مش كيفن دي بروين. لا هازار انا اعتقادي ممكن دول بس نظر. حضرتك لا انا هازار من اللعيبه اللي انا بستمتع بها جدا. لعيب خفيف ان هو عنده ثقه في نفسه بشكل كويس، عنده بصير كويس قوي، بيكمل ورا. بص اي لعيب بيكمل ورا الفراوده تحترمه ان هو بيكمل بيدي مسانده بشكل كويس يا عمر للفرود بتاعته. ان انت عندك النهارده انا زي ما بقول لك بحترم فرقه فرنسا ليه؟ لان فرقه فرنسا بتدافع بشكل كويس وعارفين هم بيعملوا ايه وبيلعبوا على قد امكانياتهم. عندهم قلبين دفاع، واحد برشلونه وواحد ريال مدريد. ما الاثنين جامدين. الحاجه الثانيه ان هم ما بيعدوش الهوا في الكوره زي ما بنقول، لكن فرق هتلاقي مباراه قويه، مباراه هتستمتع بها بشكل كبير كويس، الناس هتستمتع بها بشكل كبير. لكن اعتقد يعني انا اتمنى، لكن ممكن اكون ده رايي، لكن فرنسا تبقى في النهائي. طيب كابتن محمود ابو الدهب، الاعلام الروسي والجمهور دايما بينتقد ديشان، وطبعا حضرتك عارف ده سؤال عايز اساله حضرتك. لو انت مدير فني، هل لو عندك لعيب زي كريم بنزيما وفي مشاكل ما بينك وما بينه، هل تحتويه ولا لو عارف انه هيعمل مشاكل مع المجموعه اللي موجوده وهياثر عليها في الملعب تستبعده وتكمل مع المجموعه بايا كان مين اللي يبقى موجود مكانه؟ هل حضرتك مع اني راي؟ احتواء كريم بنزيما ولا ضمه للمنتخب وان انت تبدا تطبطب وتبدا تتعامل معاه نفسيا بشكل كويس علشان تاخد منه اللي انت عايزه؟ لا بص، انا نمره واحد لازم تحمله مسؤوليه يا عم. اي نجم في العالم لو في مدرب عندك او مدير فني لازم تحمله مسؤوليه، لان ده لعيب هيتواجه النهارده. لما البرازيل خرجت الناس هجمت مين؟ ما هجمت نيمار. نيمار طبعا في الارجنتين هجموا ميسي، لان قالت لك الناس قالت لك ايه، ميسي مش زي برشلونه زي ما بيلعب مع الارجنتين نفس الطريقه. لكن انا بحترم رونالدو بشكل كبير لانه بيلعب لعيب كويس سواء مع البرتغال او لا. لكن موضوع ديشامب وبنزيما لا، انا مش معناه لو احتويته يبقى انا احتوي ال 23 لعيب، لان كل اللعيبه تبقى زي بعض. النهارده لو انا جبت لعيب وادلله وادلعه واكلمه، طب ما اللعيبه الثانيه هتغير وهتعمل لك مشاكل بشكل. لكن هو عايز اللعيب الجاهز او اللعيب الاجهز، وانا زي ما قلت اللي ما يعملش مشاكل اللي كابتن في الفريق. ما في مش مدرب مدير فني عاوز مشاكل، هو عايز لعيبه تلتزم بتعليماته بتنفذ تعليماته حرفيا. مش انت راح تاخد كاس عالم او راح تنافس على كاس عالم، انت مش هتقعد بقى تحل ده ومع ده ومع ده. وعايز اقول لك على حاجه تاني، لو هو لعيب كويس ولعيب هيفيد منتخب فرنسا بشكل كبير جدا، ما انت عندك الصلاحيات ان انت لو عمل مشكله تمشيه او ترحله، ولا غلط الكلام؟ لكن ما اعتقدش ان بنزيما كان ممكن يعمل مشاكل في كاس العالم. لا، كان لعيب ديشامب كان لازم يستدعيه وكان لازم يبقى موجود في كاس العالم. فنيا يا كابتن محمود رايك في ديشامب ايه؟ لا شخصيه قويه ولعيب، ممكن هو بص عارف هو عايز ايه من كاس العالم. كل الماتشات اللي بيلعب فيها عمر او بينزل فيها، انا حاسس ان او بتفرج على منتخب فرنسا ببقى عايز يبقى عارف ان هم عايزين ايه، عايزين ايه من المباراه. ودي حاجه مهمه جدا لما تلاقي مدير فني او فرقه بتبقى نازله مباراة عايزه ايه من المباراه. المباراه قويه، بيحترموا الخصم اللي قدامهم بشكل كويس جدا، بيحترموا عندهم اداء عالي في المباراه، عندهم طموح ان هو يوصلوا كاس عالم او ياخدوا كاس عالم. يعني مين هيكسب، فرنسا ولا بلجيكا؟ لا فرنسا. فرنسا. فرنسا انا قلت لك يعني وهفكرك هكلمك وهكلمك ليه بقى فرنسا. لان انا قلت لك الفرقه اللي بتدافع كويس، بص كل الفرق اللي عندها نقاط ضعف في الدفاع اتغلبت. يعني البرازيل عندهم هجوم كويس. هل حضرتك شايف ان بلجيكا لما بتلعب بثلاثه ورا في قلب الدفاع، هل دي مشكله وصغره ممكن يستغلها سرعات منتخب فرنسا؟ ممكن يستغلها، لان هم عندهم سرعات. لو ما عندهم سرعات كبيره جدا. لكن لو ما قدروش ان هم ياخدوا بالهم منها، بلجيكا ممكن تتعب في المباراه دي. لكن انا بقول لك هم بيدافعوا كويس قوي. عنده انت قلت زي ما انت قلت، عندهم واحد في ريال مدريد وواحد في برشلونه، يعني عندهم خبره فرنسا. كبيره يا منتخب فرنسا عندهم خبره كبيره، عندهم اثنين ديفندر كويسين. يعني بقول لك لا، وكانتي كمان بيكمل 150% في الملعب. فانت النهارده لو ما انت ما عملتش حساب النقاط القوه اللي موجوده في فرقه فرنسا، بلجيكا هتتعب بكامل يعني. طيب نروح للمباراه الثانيه. احنا قلنا خلاص فرنسا هي الطرف اللي هيبقى موجود، اللي كابتن محمود ابو الدهب بيرشحه في نهائي روسيا 2018. كرواتيا وانجلترا بنتكلم على اثنين مدربين عندهم طموح، عندهم نجاحات. دالتش حقق اول خطوه في الوصول لنفس الانجاز اللي حققه جيل 94 او جيل 98 مع صقر. ساوث جيت بيعيد انجلترا بعد 28 سنه الى دور قبل النهائي. اخر مره وصل ليها منتخب انجلترا كان سنه 90، خرج في دور قبل النهائي امام منتخب المانيا بضربات الجزاء.
الايام تمارو وانجلترا بعد 28 سنه توصل لقبل النهائي وبعد كمان ما عدت من مرحله ضربات الجزاء، ففكت العقده في كاس العالم 2018 عقده ركلات الجزاء وايضا عقده وصولهم لدور قبل النهائي. شايف يا كابتن مبدئيا طموحات الاثنين المديرين الفنيين ازاي قبل ما اخش معاك في الفنيات؟ داليتش مدرب كرواتيا وساوث جيت مدرب انجلترا. بص هو طموحه كبير جدا، طموحه خلي بالك ان انت كل ما بتكسب كل ما الطموح بيعلى، ان انت النهارده فريق كرواتيا لو بصيت لنتائجها في كاس العالم حققت كل العلامه كامله، مفيش ولا خساره ولا تعادل، بتكسب امبارح او بتكسب على ملعبها، بتكسب روسيا على ملعبها وسط جماهيرها، فالنهارده برده دي بتدي له قوه او بتدي له امل كبير جدا. يمكن انا شفت التصريح ليه ان هو بيقول لك من المؤسف جدا ان احنا ما وصلش للنهائي، لان هو عارف انه هيصطدم بفرقه كبيره جدا زي انجلترا، عندهم القوه عندهم الشراسه وعندهم الاداء الجماعي. فيمكن انا قلت حاجه كمان ان ابتدت عمر ان فرقه انجلترا ابتدت تلعب على الارض، ما بنشوفش الكره الانجليزيه الطويله اللي هي من ورا لقدام ان انت بتب وبعدين تلعب على الهجمات المرتده، لكن في كره بتتلعب على الارض. يمكن هم تاثروا باللعب بتاع مانشستر سيتي جوارديولا، دي حقيقه يمكن انا تابعت حضرتك لان هم يعني متاثرين بيها جدا. انت عارف يا كابتن ان جوارديولا كان 2010 مدرب برشلونه، اسبانيا اخذت بطوله كاس العالم، 2014 صح. كان مع المانيا صح. كسب. فهنا السؤال 2018 انجلترا هل دي صدفه ولا حقيقه؟ لا في حاجه كمان يا عمر، انت النهارده حتى في مصر لما بتاخد كاس امم افريقيه او بتوصل كاس عالم بتلاقي النادي الاهلي كويس. دي حقيقه يعني ان انت لعيبه يعني النادي الاهلي فايقه، طول ما النادي اللي موجود في طبعًا. البلد كويس ماشي بشكل عام ومستحوذ على البطولات الافريقيه، انت النهارده عندك النهارده اهلي وزمالك في مصر، عندك في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه، عندك في مثلا في ايطاليا بتلاقي روما ويوفنتوس. نسبه اللعيبه اللي مثلا بيلعبوا في ريال مدريد وبرشلونه الاسبان هتلاقي معظمهم من بره، يعني ممكن 3 4 مش زي الأداء. الاول بص يا عم في تخطيط، تمام مظبوط انا اتفق مع حضرتك في تخطيط ان طبعًا. انت بتخطط النهارده للكره الاسبانيه ازاي صح. بتخطط يا عمر بص انت هترجعني بقى لترول ان انت كان متعلقه والله العظيم بكلمك جد معلش انا اسف أنا ما هو مش عيب ليه بقى. لا مش عيب النهارده انا عارف ان انا بعد سنتين هلعب مين او بعد هلعب يوم كذا يوم كذا، يعني في ماتش ودي النادي الاهلي وانا محترف النادي الاهلي كان متفق عليه ان مكتوبه كده في الجدول بعد 6 شهور ان انت هتلاعب النادي الاهلي يوم كذا الساعه كذا في طريقه كذا، لان عارفين النادي الاهلي راح معسكر المانيا وهيجي لنا على النمسا. فانت التخطيط مش غلط او التخطيط ان انت تتعلم من اخطائك مش غلط، لكن ان انا اعدي مسكنات ده اللي غلط يعني. لكن زي ما انا قلت لك عندهم تاثر باللعب، يعني في الخطه اللي هتنجح ان انت النهارده بتلعب كوره، انا بشوف فرقه مانشستر عايزين يخشوا كوره بالجول، فتلاقي منتخب اسبانيا اتاثر بالطريقه دي. يمكن عندك هازار وعندك اللعيب اللي هو بتاع مانشستر اللي هو جاب الجون الثاني في كيفن دي بروين مانشستر سيتي، يعني برضو بيلعب الكره عرضي من لمسه واحده من رجل لرجل، فطبعا في تاثر كبير جدا بطريقه جوارديولا في المنتخب الانجليزي. طيب كرواتيا 120 دقيقه لعبت لقائين امام المنتخب الدنماركي، يعني لعبت امام منتخب روسيا، هل حضرتك شايف ان العدد الكبير من الدقائق اللي لعبتها في المباراتين مع الضغط العصبي عكس المنتخب الانجليزي ممكن ياثر عليها ولا داليتش محضر اموره ومظبط فرقته؟ اكيد عامل حسابه بشكل كبير جدا، عارف ان هو بيلعب فرق قويه وعارف ان هو طموحه عالي مع المكاسب اللي هو بيكسبها في البطوله او مع البطوله. حاجه ثانيه ان هو بيلاعب فرقه قويه زي انجلترا، عارف ادائهم عارف لعيبتهم عارف طموحهم. لكن عايز اقول لك على حاجه عمر، فرقه انجلترا ذاكرت كرواتيا كويس بشكل كبير جدا، لما طلعوا منتخبات كبيره وطلعوا فرق كبيره جدا، فاكيد عاملين حسابهم. هتلاقي ماتشين هتتفرج على مباراتين قويه هنستمتع بيهم ان شاء الله. يعني هاخد حضرتك لانجلترا ان الاجيال اللي قبل كده كانوا اجمد من دول بكتير، مفيش مقارنه. روني وجيرارد ولامبرد وبيكهام وفيردناند في الدفاع واشلي كول وجاري نيفل وجو هارت، جيل يعني كل نجوم. ليه الجيل معرفش يحقق والجيل ده قدر؟ وكمان مدربين فابيو كابيلو واريكسون، بنتكلم في اسماء كبيره جدا. ليه يا كابتن الجيل الحالي للمنتخب الانجليزي حقق اللي معرفش الجيل السابق من نجوم ان هو يحققه؟ هل ده بسبب ان هم حصلوا حاله اشباع؟ يعني ممكن حد يقول لي اشباع زي دول لعيبه دوليه ولعيبه جامده جدا ما فيش حاجه بالنسبه لهم اسمها الكلام ده، هل فعلا الكلام ده موجود حتى في اللاعب الاوروبي؟ موجود كبير جدا. انت عندك بص لو انت اتفرجت على المنتخب ما فيهوش نجوم كبيره أو كله اعمار سن كله سنية كله صغير 24 25 26. بص كثره النجوم في اي فرقه في العالم حتى لو في الانديه هتعمل لك مشاكل،
واخد بالك، ولكن شخصيه المدرب او المدير الفني اللي ماسك يقدر يتحكم في اللعيبه اللي موجوده. لكن انا عايز اقول لك الحاجه، يمكن انا اتفرج على منتخب انجلترا كان عنده زي ما انت قلت لعيبه كبيره ما حققتش، لكن حققت باللعيبه الصغيره اللي هم صغار السن او اللعيبه اللي متواجده دي، لان كله عايز يلعب، عايز يلعب، او كله زي ما بيقولوا بالكوره جعان، جعان كوره، عاوز يوصل ياخد يكسب، يكسب كاس العالم، ده هيبقى يحقق تاريخ لنفسه او مجد لنفسه. لكن النجوم في اي فرقه بتهدها. يعني كابتن كرواتيا ولا انجلترا؟ لا انجلترا اكيد، على انجلترا. انجلترا ليه؟ لان انا قلت لك، يمكن بص خلينا واقعيين، لان كل الفرق انجلترا وفرنسا اتعلموا من الفرق اللي خرجت. لو هم ما استفادوش من الفرق الكبيره اللي خرجت هتبقى مشكله كبيره. لكن انجلترا فرنسا في النهائي، مع احترام البلجيكا طبعا لكرواتيا وهم عملوا اللي عليهم وعملوا ماتشات كبيره جدا، لكن انا بتوقع فرنسا وانجلترا في النهائي. طيب خلاص وصلنا للمباراه النهائيه، فرنسا هتلعب انجلترا على حسب ما حضرتك توقعت دلوقتي. النهائي بقى هيبقى شكله عامل ازاي؟ هل حضرتك شايف مين اللي يقدر يفوز؟ هل انجلترا تتفوق على فرنسا؟ هل فرنسا بالامكانيات الدفاعيه القويه اللي حضرتك اتكلمت عليها دي تقدر تتخطى منتخب انجلترا؟ فرنسا. فرنسا هتاخد كاس العالم. فرنسا هتاخد كاس العالم، وهفكرك. يعني كابتن مش انجلترا. بص كابتن رؤوف خليل قال انجلترا، حضرتك قلت فرنسا. انا عايز اقول لك على حاجه، بص فرنسا انا قلت لك في البدايه، قلت لك فرنسا عارفه هي عايزه ايه وكل مباراه. انا بتكلم واقع، انا بتكلم يعني بتحب المنظومه الدفاعيه الجيده، فبالتالي انت بتدافع بفكر. صح، معلش، انت بتدافع بفكر، ما بتدافعش ان انت واقف تتفرج على الكوره وهي بتتنقل قدامك. صح. لا، انت بتدافع بفكر وبتدافع ولما بتدافع بتبقى عارف انت لما تقطع الكوره عارف انت هتعمل ايه. بص يا عمر، انا معلش مع احترامي، انت بتتفرج على كل الخبراء، معلش مع احترامي ليهم كل الخبراء، في ناس بتتكلم وخلاص ان انت بتضيع وقت. لا، انت يعني فرقه فرنسا لما بتقطع الكوره بتعمل ايه؟ في لعيب بيبقى فاضي بتحطها له في المكان وعارف ان هو لما ياخدها يعمل هجمه مرتده سريع. يعني انا يعني بص، فرقه فرنسا بتتحول من الدفاع لهجوم بشكل محترم جدا، سريع جدا، سريع، وممكن تربك اي دفاع. المساحات اللي موجوده بشكل كويس بيستغلوا يا عمرو. ما انت اللعيب النهارده، اللعيب اللي معاه الكوره ده مش خطر، لكن اللعيب اخطر الفاضي، انت تفضل عشان اديك الكوره. هم بيعملوها بشكل محترم وبشكل كويس جدا، وبيتنقلوا من الدفاع للهجوم بشكل كويس. الحاجه الثانيه، هم فرقه زي ما قلت لك وهفضل مصمم عليها، مش قلت ان انا طريقه الدفاعيه، انت دافع كويس لكن لما تقطع الكوره تعمل ايه؟ يعني انت حاول اقطع الكوره، قطعت الكوره بعد الكوره هتعمل ايه؟ هديها لمين؟ ما هو ده فكر مدرب او فكر مدير فني بره، ان انت الكوره تبقى معايا لازم ده يتحرك ازاي؟ ده بيروح فين؟ ده بيجي يستلم، ده بينزل، ده بيطلع، وبعدين بياخدوا الفرقه وبيطلعوا على نص الملعب، يعني كل الفرقه بتبقى يعني في نص الملعب، فهم عندهم فكر، بيعملوا بيطبقوا فكر. انت النهارده عايز ما تخليش اقول لك ان انت منتخب مصر انت بتدافع، لا بتعرف، احنا لا بنعرف ندافع ولا بنهاجم، اكتشفنا في كاس العالم كده. صح ولا انا كان معايا امبارح مداخله ايضا مع احد نجوم الكره الانجليزيه اسمه روب ماكدونالد، قال لي ان مصر باللفظ كده، قال لي مصر بتلعب في حاجه ما بين الدفاع والهجوم، حاجه في النص مش عارفين يا ايه. يا كابتن عمان، انت عندك، بص انت عندك اللي بيربط الدفاع بالهجوم ايه؟ نص الملعب. صح، ده مش موجود. هل يا كابتن مشكله ان انت بتلعب باتنين لعيبه زي بعض عندهم نفس طريقه اللعب، ميني وطارق حامد، كان المفروض تنوع ما بين واحد بيجي انت واحد. لما بتيجي تلعب يا عمر بتلعب اتنين ديفندر، في واحد بيبقى مهاجم وفي واحد بيدافع. يعني انا كان عندنا لعيب، يعني طبعا مصر كلها عارفاه، هادي خشبه، ده من احسن المدافعين اللي كنا بنشوفه. هو كان يقول لي سلمني الكره في رجلي، ده مدافع كان الكره بتجي لنا ورا ميته، ان احنا بكره جايين لكن انت الكره ان انت الكره بتتلعب، يعني بص عايز اقول لك على حاجه، يعني الكره بتتلعب من ورا لقدام، فتلاقي نص الملعب بيبص يتفرج عليها نفس الطريقه الكره بتلعب، ما بتقطعش. صح، ما بتتفرج لا، والناس ترجع للماتشات. صح، النص الملعب ما بيقطعش كوره. طب نص الملعب فين التكمله ولا الفراوده؟ ان انت ما بتكملش كوره لما تقع من المدافعين بتاع الخصم، ان الكوره اللي تستناها عشان تاخدها ما بتقطعهاش. طب انت ما بتشوطش على الجون، طب انت ما بتروحش تعمل فاول او ما بتروحش تعمل اوفر. فده كله ده مش موجود في كره القدم. انت معتمد على في منتخب مصر، انت معتمد على ثلاث لعيبه، محمد صلاح، تريزيجيه، مروان محسن، وعبد الله السعيد. طب الثلاثه دول مش موجودين، ما هو في ادوار ثانيه اللي بيجوا من تحت لقدام. يعني يا كابتن محمود اخر سؤال كده بقى، يعني مين من الجيل الحالي حضرتك شايف في محمود ابو الدهب؟ انا بحب سعد سمير جدا. سعد سمير طبعا لعيب راجل، لعيب راجل جدا. بص اللعيب اللي ما بيتفلسفش
بص يا عمر، انا دايما حتى لما كنت بمرن اي فرقه كنت اقول لها ايه، مش عيب ان انت تحط الكره في الاوت، العيب ان الكره تيجي في الجول. وعايز اقول لك على حاجه، كل واحد عنده مقدره ان بيلعب، كل واحد عنده موهبه يقدر يعملها. النهارده المدافع احنا طول عمرنا انا بلعب مدافع، اقطع الكره واسلمها، دي شغلتي في الملعب، مش شغلتي ان انا الف. نفس الطريقه الفرود مطالب ان يجيب جول، نص الملعب مطالب ان انت بتعمل ربط بين الدفاع والهجوم، فده كله بشكل محترم. لو انت كونت المنظومه ديت هتكون فريق قوي، وده موجود في النادي الاهلي، عندك كل لعيب عارف امكانياته وعارف حدوده بيقدر يلعب عليها. فانا سعد سمير من اللعيبه اللي انا بحترمها جدا، وانا زعلت جدا ما لعبش في كاس العالم بصراحه. كابتن محمود ابو الدهب، يعني شرفتني نورتني، استمتعت بحلقه رائعه جدا بتاريخ كبير سواء في النادي الاهلي او في مسيره الاحترافيه لحضرتك، وبالتالي يعني من احلى الحلقات بصراحه اللي قدمت في المونديال على قناه الاهلي. انا بحترمك جدا وبامانه والله، لان انت اديتني مساحه ان انا اقدر اخرج كل اللي عندي مع انه ما خرجش. لا والله، لكن فعلا انا استمتعت بالحديث معاك يا عمر، وانت شخصيه محترمه، وانا فعلا والله بحب اتفرج عليك لاني بستفاد من ده. شرف ليا يا كابتن. لا حبيبي، والسلام طبعا للكابتن ربيع اخونا الكبير، كابتننا، شخصيه محترمه طبعا، بالتوفيق لحضرتك ان شاء الله. كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين من الساعه 10 للساعه 12 في المونديال على قناه الاهلي. كان معنا الاخبار، كان معنا مداخلات مميزه، بشكر عليها تاني طاقم الاعداد كله بصراحه، مشكورين على المجهود اللي بيعملوه في توفير كل حاجه عشان ننقل لحضراتكم صوره كاس العالم بالشكل اللي بيبان قدام حضراتكم. كان معايا ومع حضراتكم نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب. بكره احنا ان شاء الله اجازه، هيبقى في ملك وكتابه في نفس الميعاد، نشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث وبدايه مباريات دور قبل النهائي 3 و4. نشوفكم يوم الثلاث الساعه 10 ان شاء الله. نشوفكم على خير وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.